وسهلا باللي جاي، يا مرحبا باللي جاي، اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامة يا خانو. الله يسلمك يا رب. شو حبيبتي طمنيني، ان شاء الله عجبك البيت. حلو كثير، بس بتعرف البيوت العربية بتضل احلى. معك حق. شو بتحبي تشربي؟ باخذ شاي خفيف. انت شو اسمك؟ انا اسمي عائشة. طيب تخير رب الشام، إذا في أحلى منها بالدنيا كلها. شو مدام؟ كأنه باغي بطلت تعجبنا. زهدي؟ بدك تقارن الشام بباري؟ لا ما رح قارن يا ستي. المهم هلا أنت أكيد تعبانة، بدك تتغدي وتنامي صح؟ لا مالي تعبانة، بدي أشرب الشاي وروح مشوار على حارة ضبع، على بيت شاب اسمه خاطر، في له أمانة معي. أمانة؟ شو هي؟ والله ما بعرف، في ست تعرفت عليها بطرابلس، شكلها باعت له معي هدايا لما قعدت يومين ببيت خالي. طيب انا المساء رايح على نفس المكان، بتحبي تروحي معي؟ لا، لانه المساء بكون عن جد تعبت كثير، لازم بعد شوي روح. طيب حبيبتي، معناتها شرفي معي على المكتب، بدي ورجيكي شغله بتحبيها كثير. تفضل. يلا. شو رايك؟ هذا مشروع لمنطقة جديدة؟ ايه، هاي الحارات القديمة بتنظيم جديد. الحارات القديمة؟ ايه، مشروعي. طيب شيري، خليني اقضي مشواري بعدين نرجع نحكي. طيب حبيبي. ما عجبه. اي يا لحدنا عمي، هون في شعرتين ومعاكسين. ايه هلا بنظبط لك اياها بالشبه. لا اله الا الله. عم تحرقني؟ ايه معناها عم تتطهر. طول بالك عمي، حاجه تحوس مشان الله. ها شلشني. لا عيب، تكي تكي، خلينا نحطر. نعيمة عمي، خالصين. الله ينعم عليك. في طربوش. ايه شبك عمي. نعيمة عمي، الله ينعم عليكم. خلاص عمي والله ما انطلع شيء، خلاص هي عنا على حسابي. ما بفينا شغلة مالي، ان شاء الله يرضى الله عليك. عمو الاحلام. اهلين يا رب. اهلين اهلين. هلا هيك نعيمة يا عمي. نعيمة عجبك يا عمي؟ روح سن الموس اول، عشرلك الناس. ما شفته؟ ما شفته صايبه حرقص مثل الحردون، عم يهز يمين وشمال، بده 100 ايد لحتى يثبت. لك انت شو بدك بالله؟ كراي شو فاتحين هي الدكانه سبي؟ لك يا ابني هلا وقفت على هالاشيه الدقن والفرنجين؟ يا ابي اشيه ورا اشيه بتلم وبتجمع. الك ان هذا اللي بتتجوز ثلاثه. الله اعلم بالحال. ولا وشو هلا بدهم بيت كبير؟ هلا اذا بتحلى. لك حتى لو جمعت مصاري جبت لهم بيت كبير ما راح تزبط معك. ليش يا ابي؟ بيت كبير ابي بده عائله كبير. هيك يا ابي؟ الله يسامحك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلين بكري. سن الموسى بي، سن الموسى. شعو جاهز. أبي يتجوز. شو عم تقولي خالتي؟ تاي لهون. شو عم تقولي خالتي مزكي؟ أبي يتجوز. ليش شو في عيب أبوكي؟ ما شاء الله عليه، وميت وحدة بتتمنى تفوت هالبيت. بعدين فريال مرة وحدانية وعايشة لحالها وبنت حلال، والمرة الوحدانية بحاجة للرجال يحميها. لا يو خالتي مزكي، شو يتجوز ما يتجوز؟ لك يا بنتي بالشرع والدين انتي اللي لازم تجوزيه. الرجال بحاجة لمرأة مشان تعتني فيه وبهندامه وتطعمي لقمة طيبة وتحاكي كلمة حلوة تصير قلبه وخاطره، يعني بالعربي الفصيح بحاجة لوليفة. تعي لهون، بشو عم تصفني؟ لساك عم تفكري بالموضوع؟ قولي على عيونك شو مجنونة. لا يوم شو الجواز؟ جربت حظي بجوازة 3 مرات، فك الله وانصرفت. بعدين شو بدهم يقولوا عني اهل الحاره بعد الكبره جبه حمراء؟ شو بدهم يقولوا؟ ينقطع لسانه اللي بده يحكي. جوازي على سنه الله ورسوله، عليه افضل الصلاه والسلام. شو قلتي؟ ينقال قوالك وينتصب ميزان كريتك. قال شو قلتي؟ قال اميالها السيرة من بالك ولا بقى تحكي فيها منوب. فهمتي وليه؟ أحسن ما والله وقسما عظما لأصل لك لسانك من شرشه وارميه للكلاب والقطط. فهمتي؟ قال اتجوز. قال
لك هبلة، انت شلون بتتركي البيت وبنتها للمقوصة شهيرة فيه؟ ايه وشو فيها؟ ولك شلون شو فيها؟ شلون شو فيها؟ قال حرد الدبعة من الكرم زاد العنب قنطار. هلأ بحرتك هي تركتي لهم البيت سداح مداح لحتى يتفرفدوا فيه. وبيجوز أبو العاص نكاية فيكي وبفايزة يكتب للبيت باسمها لهدى. قلتك بيعملها؟ ايه لكن هو اللي بيعملها، مو هو ابنها لسعاد السلالة؟ يا برزوق يا اخي الله يخليك. علي يا اختي امريني. عليك سالم، بدي اسالك على بيت ابو خاطر. يلا بيت ابو خاطر. ايه لعيونك تفضلي، اذا بدك خاطر عند عصام تفضلي. تفضلي خاطر. تفضلي يا خاطر. السلام عليكم خاطر. تحرمي مره بدها اياها. عن اذنك اختي. السلام عليكم. شكرا لك. ايه اختي انا خاطر. امري شو بدك؟ مرحبا اخي. انا اسمي خالديه، جاي اوصل لك امانه من اختك زهره اللي بطرابلس. اختي زهره اهلا وسهلا بالخانم، شرفي لعنا. تفضلي. ان شاء الله غير مره بتشرف. تفضل هي الأمانة، وهي بتحب تطمنك إنه بخير وبتعزمك أنت ومرتك تطلعوا تزوروا عندها بطرابلس. إي والله يا خانم نحن مقصرين معها، نحن عملنا شي زيارة، بس شرفي لعنا. شرفي أنت يلا على البيت. غير مرة غير مرة. على رأسي. يلا بخاطرك. الله معك. مساء الخير. علي نعم. عفوا السيد ابو عصام، انا المهندس زهدي، مرقت لعند ابنك على الدكان وتركت خبر انه بدي اشوف حضرتك. اهلا وسهلا. على راسي. اهلا وسهلا. كيف صحتك؟ ان شاء الله بخير. على راسي. بتمنى اكون اجيت بوقت مناسب. ولو خطوه عزيزي. اهلا وسهلا. الله يخليك. شكرا كثير. شكرا. شرف شرف. الله يخليك. يلا يلا يلا. شرف ابو شريف. دقر الباب وراك لو سمحت. هيك عمي مسيك انت، ما لك غريب. اهلا وسهلا. عشت عشت. الله يديمك. بركي. اهلا وسهلا. يمكن بتعرف ابو عصام، انا من القنوات. ايه لا صار لي خبر. ايه ايه والله تشرفنا. نعم والله. تسلم. الحقيقه انا طلعت على فرنسا وخلصت اختصاصي هنيك كمهندس مختص في رسم المدن. ما شاء الله. ايه والله. وتعينت حاليا ببلديه دمشق. يخزر عيني. يخزر. الله يخليك. وعم فكر حاليا رشح حالي للانتخابات البرلمانيه القادمه كمرشح مستقل، يعني انا ما بنتمي لاي تيار او لاي حزب، مو مثل بقيه العالم يعني. ايوه. ايه بعد اذنك. فالحقيقه انا بحضر برنامج انتخابي مرتب وبدي اياك تساعدني فيه. وهون حط الجمال بقى. بشو بدي اسالك اخي؟ مثل ما بتعرف ابو عصام، الانتخابات بدها دعم شعبي، وانا مهم كثير بهالفتره اني اتواصل مع الزعامات الشعبيه، وحضرتك يعني انسان لك مكانتك وقيمتك هون بالحاره. حلي درسك بالاول. حلي درسك. عشت. عفوا. دوقة 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 وقل لي شو المطلوب مني. بدي اياك تشرفني بانك تكون المسؤول عن حملتي الانتخابية. هلا استبين عمي، بدك دعم يعني؟ ايه ابو عصام، بدي دعمك هون بالحارة باعتبارك الزعيم. لا شوف عمي، اجيت الزعامة انا حيالة واحد من اهل الحارة الكبار بالعمر. هي الله وكيلك، لا طلعت ولا نزلت. بس بتضل كلمتك مسموعة. على عيني. بالحق ان شاء الله. بس بالحق. وانا ما بدي غير هيك. بالحق. لك على راسي والله يا ابو عصام. اسلام. كان عندي ثقة ويقين بانك رح تدعمني. بكره الله عمي. لا لا اي سيدي لا. تحلك كلمتين يا أستاذ. أنت اللاتينية جاي ومعتمد في براسك مواد تغني بالبرلمان بغير البرلمان. أنت حر. لا نعرف ولا بدنا نعرف، بس نحن هون أهل الحارات. دفعنا كتير لحتى ما حدا يحكمنا، والخوف معشش بنفوس الناس، ومو بسهل يقبلوك ويجوا معك أو يقبلوا غيرك كمان. فماي شو يعني؟ الناس بدها تخاف مني؟
توبك مو ظابط مع عمي. توبي توبي اللي لابسه ابو عصام؟ اللي لابسه جوا مو برا. اللي لابسه جوا يا استاذ، قلت لك الناس هون بتخاف، وفي ناس خوفها من شرها، وهدول يمكن كتار. اذا بدك يمكن بتشوف منهم كتير انت، بس كمان في ناس خوفها ما من شرها، وهدول ما طلعتوا مع حدا ولا بيقبضوا حدا ولا بيصدقوا حدا، مشان هيك من شرهم ضلوا قاعدين ببيوتهم. حدد بقى حضرتك على مين بدك تعتمد، على هدول ولا مع هدول؟ عدم المؤاخذه، انت من انا ابو عصام يا استاذ؟ انا كل عمري ببيتي، بحياتي ما انشريتها، لا بنشرها ولا بنباع. لك الله محييك يا ابو عصام، هدول اللي بدنا اياهم، وهدول اللي البلد هلا محتاجتهم، هدول الناس اللي عندهم قيم ومبادئ. لك والله على راسي على راسي. على كلين بتمنى انك تزورني ببيتي وتتعرف على مشروعي، وان شاء الله رح تقتنع بنفسك. لك عمي انت شو مشروعك؟ تجديد الحاره وتنظيمها، يعني بدل الدخلات رح يصير عنا شوارع، رح يصير في حدائق وسوق وخدمات، وعلى كيف كيفك وغيره وغيره. انا اسمح لي هلا لازم امشي. عود عمي، عود عود، الله يرضى عليك. عود لو سمحت. تفضل. عفوا. قلنا لك من الاول يا استاذ تلبس ثوبنا نفهم عليك وتفهم علينا، وين رايح هيك؟ استنى شوي، لا تؤاخذني، لا تؤاخذني ابو عصام، سامحني. يلا 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 تفضل. ابو عصام واحد سطحي ومغرور، تخيلي خالديه قاعد عم بحكي معه طول الوقت عم بيجاوبني على قد السؤال، وعلى شو عامل لي اياه كبير الحاره ما فهمت. احلى شيء وقت اجيت لامشي بيقول لي وقف عندك، حسيت حالي الشيطان، قال بده ياخذ لي طريق. يعني وين المشكلة؟ واستنى لك 10 ثواني زيادة شو صار؟ هاي هي عاداتنا وتقاليدنا. هلا بدي اسألك سؤال، أنا وياك لو ما سافرنا ودرسنا برا كنا تغيرنا؟ ها معناتها مثل ما بقول دائما، المكان بيغير. شو قصدك؟ يعني إن شاء الله مفكر إنه إذا هديت الحارة وطلعت ببناء فرنسي أو إيطالي رح تقدر تغير أهل الحارة؟ خالدية شبك ما عم تفهمي علي أنت كمان؟ أنا مو مشروعي حي واحد، أنا مشروعي البلد كلها. لك ما شفتي فرنسا؟ ما شفتي الثورة الصناعية شو عملت فيهم؟ شو طورتهم وطورت اقتصادهم؟ لك ما بتتمني بلدنا يكون هيك؟ طبعاً أكيد بتمنى، بس حسب ظروفنا وعاداتنا. حبيبي إذا غيرت الحجر فكرك بتغير البشر؟ بس نحن لازم نتغير يا خالدية. لك شو انباز وشو شروال وشو هي قصة يلا يلا قبل ما نطلع من البيت، وشبرية وموز وباطل وادي كتاكة، خلصنا بقى، لازم نتغير حاجة، هذا كله ضياعة وقت. خلص لكان، امشي بمشروعك وشوف شو راح يصير معك. صحيح انت ما بدك تقدم المشروع للبلدية؟ طبعا، بس قبل ما اقدم المشروع للبلدية لازم جيب موافقات اهل الحارة. الاهم من هذا الموضوع كله لازم انجح بالانتخابات البرلمانية، هذا بيقويني كتير وبيعمل لي علاقات أوسع بالبلد. ماشي الحال. هلا أنا بدي فوت نام لأني عن جد استويت، بكره الصبح بنحكي. طيب حبيبتي. لك صحي، بدي أسألك، عايشة قد ايش صار لهون؟ من وقت ما رجعت من السفر أنا. يعني بتعرفي بدي حدا يخدمني. طيب، صباح الخير. مو ظابطة يا أبي، مو ظابطة، الشغل مو جايب همه. أبي من أول الله يرضى عليك، بدك تغير الكار غيره من هلا. يو والمصاري اللي حاططها؟ معلش سؤال، مو مشكلة، ما في شيء ما بيتعوض، نخسر شوي هلا أحسن ما نخسر كثير بعدين. ما في ربح يا أبي، عم اضربها اطرحها اقلبها، ما عم يتجمع راس المال. لك أبي الشغل حي الله شغل، دائما بأولته هيك، دائما ببلش هيك، الله يرضى عليك، شو أنت دغري بدك تغب عمل إيه؟ شغلك لسه على قده يا دوب، يعني بضاعتك هالقد، شو فكر حالك انت صاحب بايكه ومخازن؟ الله يرضى عليك. بعرف يا ابي بعرف، واصلا امي لها دينه كبيره ماني مصدق انت رجع لي اياها. مو هين عليك مصاري امك؟ ها سامحتك امي، مسامحتك، لا تاكل همهم بنوبيو. يا مو هذا حقك، وانا ما باكل حق العالم لحتى اجي اكل حقك. الله يرضى عليك تقبرني. والله زابط عليكم انت وامك بيت فستو. أصلاً هي لابسة فستان، قوم بلا كولك، قوم انطب عند حبيبك روح.
الله يخلي لي اياكم. وين نظم الحارة؟ ليش شبه الحارة؟ شو بيعرفني؟ هيك هو عم يحكي الزلمة، والله أنا مرتحت له. أخي هذا بدك تشوف مين وراه. البلدية قصدها؟ البلدية شو رح تفيدها؟ رح يقولوا لك هذا شغيل عنا. بدك تشوف العسكر. كومندان يعني يا لعن ولعنين، يعني هذا اللي رجعنا من تحت الدلو لتحت المزرق، ما استفدنا شيء. لك أخي هلا هن حيجبرونا ويجبروا الحارة. لا لا ما بيطلع بإيده. هذا اللي بدك تدور عليه، فهمت علي؟ والله بإيدك. ايه معك حق، عيسان غلطان بهالشيء. ايه ما زالوا غلطان يصلح غلطه، ولا ما انه شاطر غير يفرخ ولاد ويحشكن هو ونسوانه بهالزريبة اللي عايش فيها. شو العمل يا ام عيسان؟ يا حبيبتي العمل عمل عيسان، هو رجال البيت وهو بده يلاقي له حله. انه حله؟ وانت بتعرفي انه ما في حيلته اللضا، وبتعرفي البير وغطا المسكين برقبته ثمانه. ايه ولي على قامتي، بيته صاير مثل النجار. إلا كان هذا اللي بده يتجوز ثلاثه يا بعدي. طيب ما يساعده ابو عصام؟ ما شاء الله كان يعني ابو عصام في عنده مالكانات ومصاري ما بتاكلها النيران. بلا حسيده فريال، حقول له لابو عصام يساعده. ان شاء الله مفكره انه مو اكلين همه نحن كمان. شو سعاد بدنا نضل قاعدين بين الطبخ والنفخ؟ إيه لك حبيبتي شو انت غريبه عنا يعني؟ انت وحده من اهل البيت. ايوه. سعي شو تشربي؟ قهوه ساده يا بعدي. يلا لخلصي اللي بايدي. سواني. لتخلصي كمان؟ اودعناكي. فريال؟ لك فريال؟ لك ام طمزه؟ لك تعي؟ الواه الواه، قال مشغول باله على عصام. ايه صدقتي والله. هو شو كان؟ ايه صلوا حصة خالص الفيلم. ايه والله يا ريته ما خلاص. مسيك طالي مرة تانية. مسيك ايه بس بده شي نص ساعة ليبلش الحفلة التانية. معليش بستنى. طيب شو رأيك تروح لعندي نشرب كاسين شاي أنا وياك؟ لا لا معليش تكني هون مبسوط. شو بينتك مزاجي؟ آخ يا وليد عليم الله بس كون هون بنسى هموم الدنيا كلها. الله محيي السلامة والاخترع. معناته رايح جيب كاسين شاي نشربهم انا وياك. ايه يلا ناطر. يلا. تعال ابو. لك هلكتني هلكتني، صار لك ساعة بتزق فيه وتسقعي الوية، شو بدك تعمل هيك؟ شو بدي اعمل يعني؟ هيك لاقي لي شي شغلة اطبخها، والله متى تجوع. متى شو؟ ايه شو بدنا ناكل؟ شو بدنا ناكل؟ شو بعرفني شو بدنا ناكل؟ ايش عندك شو ناكله؟ ضيفه شوفت عينا. شو صار معك؟ يا ناطر اطفي لي هلا هلا اطفي. لك شو اطفي؟ صار لي ساعة مشعل فيه. انا اللي حقلك شو حجي اقول. شو بدنا ناكل؟ احلى خروف اطفي وشغل لي الفحمات ولعيونك احلى فطيمة صغيرة تك 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 تك. خروف منين الخروف؟ من انت اوصافي؟ يخرب بيتها بدك تروح تسرق خروف لك نمس؟ أعوذ بالله شو أسرق ما أسرق؟ استعارة استعارة بناكله ومنرجع له إياه يا كان. يعني قلتك بس يصير معنا مصاري منرجع له حقه لأبظافه؟ بس يصير ليش ناقصه مصاري؟ الله لا يسمعه لا يسمعه معه مصاري. طفى لحاله رح جهز الفحمات. الله الله بحبنا شفت هاي الدليل. يلا شغل لي فحمات تحكى وبجيك. الله معك مع السلامة نمس. أعلى خروف. خير يا أبي مو على بعضك. قصة أخوك قعود ما عم تخليني نام. شو صاير عليه يا أبي؟ والله مو صاير عليه شيء. لك أنت شو؟ أنت شو؟ ولا شو همك أنت يا؟ قاعد بغرفة مرتاح ومرتك جنبك ومالك حاسس بأخوك؟ يا أبي قعود من يوم يومه بالبايكة وتعود عليها. قوم من خلقتي. قوم انقلع قوم يا ابي بس فهمني. لك قوم امرك يا ابي. ما
قولي شرب شرب شاي. وبعدين مواد ما حد يعرف يندفس. ليش زعلان؟ على رقبتك اندفس بقى مسكين تنكي قاعد زعلان هاكل لي هم هالحيوان وشف لي هداك الجوعان. كمل اني قلت الزعروف هاي ايديك ضلك نظيف قعو عمي ابو زافر هات هالكرسي هات وجايك نوم وين؟ وشو جابوا هذا كمان؟ ولي على حظي ولا خاروفي. حق معك يدي خلقك لك ابني حق معك. عايش بهالبايكة راسك براس هالخواريك. مو انت بدك تزوجني؟ يا حوتي تزوج واللي مثلي قاعد هيك ولك اخس على هيك زمن اخس. هالسنة زواجتك علي. ايه امتى؟ بس يخلص 40 ام ظافر الله يرحمها هدور لك على بنت حلال وجيبك تسكن عندي بالبيت. عندك بالبيت؟ لك ايه عندي بالبيت. الله يكتر خيرك يا عمي ابو ظافر. لك لا عاد تقول لي عمي ابو ظافر. شو بدي اقول لك يا عمي؟ لك قل لي يا بي يا بي يا بي. لك انت ابني 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 ابني. الله يخلي لنا يا عمي ابو ظافر ويعطيك على قد نيتك يا رب. رح اكل اكل عشبي. اجى الخير واجى الرزق. احلى نمس واحلى نار. أحي وين خروف؟ أي خروف؟ لك الخروف اللي اتفقنا ناكله شبك نمس؟ منين بدي اجيب لك خروف؟ شو منين؟ من هيك أبو ظافر؟ فشلت عينها، ذكاري أنا أروح أسوق خروف عند أبو ظافر ولا؟ لك مين قال لك شنو؟ أنت بذات نفسك قلت لي عيرة. شفتك راح عد للواحد، إيش كان لقيتك قدامي راح أشويك بدال الخروف. لك شو بدنا نمس؟ راح بلش عدها. لك جوعان بدي آكل. الله يثبت علينا العقل والدين. معقول يكون قاعد ابن الأبصافي؟ إذا القصة طلعت مظبوطة الجيش رح تنقص من قيمتك وتتبهدل وعامل لي فيها من كبارية حارة الضبا لعم. يقولك معقول واحد يترك ابنه هيك عايش بين الخواريف والزبل والريحة لعمة؟ لو عامل لي فيها سلمة خير وكبير يا لطيف شو كبير. يخرب بيتك يا ابو صافير شو انه ما فيك ناموس. بس معقول قاعود ابن هيك واحد واطي يتزوج قبلك يا نموس؟ ليش هيك حظي انا؟ صدق اللي قال حظ الابايح بالسما لايح وحظ الملايح بالارض طايح. يا رب يا رب شي طميري شي طميري شي ورده شي كيس مصاري مشان اتزوج فيه. يا العاطي اقف لو كون ماشي بالطريق وتفشكل بكيس مصاري مليان ليرة الذهب. لا ما بقدرش وراح اعمل علي ما علي اتزوج احسن وحده. ليش وحده؟ بدي اتزوج تنتين اربع غير اربع وقتها ما راح اتزوج. احسن شيء قوم نام هلا بركدن بركدن بلاقي كيس هالمصاري في منام. يا رب اسمعوني يا أخوان، نحن كل مالنا عم نبعد عن ديننا وعم نبعد عن سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة وتم التسليم. نحن صحيح عم نصلي بس هذا ما بيكفي، وعم نصوم بس كمان هذا ما بيكفي، وعم نصلي النوافل وكمان ما بيكفي. حاجتنا بقى حاجتنا نحن لازم نرجع لديننا. نحن لازم نرجع لديننا. حاجتنا لهوي عن رب العالمين، حاجة روح على الأهاوي. يا أخوان نحن لازم نرجع لديننا. أي والله محمد، أشهد بالله إنه كلامك بيشرح القلب وبيحيي الروح من جوا
والله يفتح عليك يا شيخ، سمعوا بجاه كلمة له جاه عند رب العالمين. الله يجزيكم الخير. الله يحفظك يا شيخ. سلام عليكم. الله معكم. وعليكم السلام. بإذن الله أنا عشية بكون عندك. قول الله على رأسي. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. اللهم إني سمعوا. عليه مرجان. استغفر الله يا ابني. شو هالحكي اللي عم تحكيه مع أهل حارتك يا ابني؟ شو حكيت؟ يا ابني هذا اسمه غلو في الدين، لا انت ولا انا ولا كل رجال الحاره بتقدر تتحمله. شيخي ما فهمت عليك. يعني اذا انت اصلا مو فهمان مصطلح غلو، كيف عم تعطي درس بالدين؟ يا ابني الغلو هو التوغل في الدين والابتعاد عن الوسطيه يلي هو جوهر الاسلام الحقيقي. ما سمعت بحديث النبي عليه الصلاه والسلام؟ عليه الصلاة والسلام عندما اجتمع نفر من القوم فقال بعضهم أنا أقوم ولا أنام، وقال آخر أنا أصوم ولا أفطر، وقال ثالث أنا لا أتزوج النساء، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فرد عليهم ما بال أقوام يقولون كذا ويقولون كذا، فأما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. بعدين يا ابني انت عم تقول للشباب بكفي نوم بكفي روح على القهوة، شو هاد لك ابني؟ حرام، ما بجوز هذا الحكي. ربنا عز وجل بيقول ولا تنسى نصيبك من الدنيا. لازم تقرأ يا سمعو، لأنه نصف العلم أخطر بكتير من الجهل. لازم تقرأ وتتفقه بالدين قبل ما تعطي دروس. عوض عليك عمي نعيمان. السلام عليكم. وين وقتك عبدو؟ صلاة الظهر خلصت من ساعة. والله يا معلمي يعني بدك ما تواخذنا بس هيك انشغلنا شوي، الشيخ سمعوا كان عم يعطينا درس شي بيشرح الصدر الله وكيلك. هلا سمعوا صار شيخ صار يعطي دروس؟ مو شيخ انه شيخ بلفة يعني، بس شلون بدي اقول لك معلمي؟ كلامه بيجلي القلب من جوا، لك تقول دارس بالازهر ما في كلام. مرة ثانية اللي بتأخر على شغلها بتصلي الظهر وبتجي، والدرس بتاخده بعد صلاة المغرب، مو وقت شغلك تاخذ درس؟ روح شوف الجواني شو ناقصه، روح. يا أمرك معلمي، يا أمرك أنا. يا أهلين بشيخي، حلت علينا البركات. الله يبارك بعمركم. بس بدي ظبط داني شوي، مالها محرزة؟ أنت المحرز يا شيخي يا عيب الشوم. بس بدك تاخذ مني اجر هالمرة يا عصام. معلوم بدي اخذ، انت كل قرش منك بركة يا شيخي. بارك يا الله. يلا تعال تعال يرضى عليك، تعال يا عصام، هات عنا ظبط لي الوزن الله يرضى عليك. لا تخاف عصام لا تخاف، رح احاسبك لك. معلي شيخي، انا وابي جيبة وحدة. سن الموسى بي سن الموسى. عم سنه يا ابي. شيخي الله يرضى عليك. واخذ سمع وابي شو اسمه. الله يصلح حال سمعه يا ابو عصام. دائما المعرفة تدفع البني آدم الحماس وبعدين يبلش يغلط. إيه مو هيك غلطة بصير؟ والله الحق معك، حق معك. إيه عم يغلط كل غلطة، الله مولاها، لا وشو عم يفتي والناس متاخدة فيه وعم يقول تقول علي. عندي علم يا ابني، عندي علم. هذا الموسى يا ابني. شرف هذا. بعد راسك شيخي. يا يعني هذا الشيخ سمعه بدنا ننهيها معه شلون؟ والله ما عم بعرف. لا والله مين اللي صرف معه هذا الشيخ؟ مين؟ اخ يا عصام، لكن المشكله انه هو صاير واحد نزه وشعير وما عم يتحاكى. يعني بالله عليك انا عم بحكي معه وانصحه دربشه. استغفر الله العظيم، ما تاخذني بشان اللي خلقه. لا 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 حول ولا قوه. هاي الشبه يا ابي، هاي الشبه غصبا عني نزل فيه شيخي. وقت اخذني اخذك خليك معي بتحرقك شوي بسلم. معلش شيخي، هلا ابي بسامحك بالاجره ولا يهمك.
استنى ما صار شيء، ما صار شيء، عرضي ان شاء الله. لا لا انتهي انتهي ان شاء الله. السلام عليكم. على نمس. زين يا نمس. احلى ييييب احلى شباب. شو تفضل مفركة كوسة. والله فكري مفركة التفاح دخيلك، مالي القلب من الكوسة والبطاطا. شو رايك تبع لك خروف على فوتك علينا؟ يا ريت والله منجفر ايدينا عوض ما منجفر عينينا، ويا ريت تعمل لي صج في حبا هون. يلا تحرك. عم اعمل لك شاي عود. اي يلا عميل منيحه ما بدها شوال، حرك لي حالك يا ولد لبان. اهلين يا نمس. يا قعود. ليش ما عم تجي لعندي؟ فش راي عينك، انت اللي ما عم تجي لعندي، انا سري من اللي جاي لعندك، انت في شو ما جيت لعندي؟ انا ما بعرف بيتك. ايوه انا ما بعرفه، نتعرف. انا لك علي اجنا عندك واخذك لعندي منيح. وبتعمل ارجيله؟ يا لطيف رح اعمل لك ارجيله ما لا اخ بالشام كلياتها. العمى شو قال له؟ تعالوا بتفهموا مع بعض. بزمتك قعود بتابعك شيء ما مخبيه هون اول. اضحك اضحك صحتين صحتين. اهلين عمي ابو صافي. عمي ابو زرمس عيونه. تعال حبيبي فورا جيتك. رضاي عليك يا نمس، ضل تطلطل على كامل لانه بحبها وبتسليه شوي. تأمرنا امر، تأمر امر عمي ابو صافر، انت كبيرنا، بعدين احنا ما بدنا مصايه، وبعدين ابنك قاعود غالي علينا. ما عاد بينت على الجامعة لك فارس. لا والله يا ابو عصام ما عم نروح. لك ما شفت شو صار بالجامعة؟ وقت بدي صلي بروح صلي ببيتي. ايوه ليش انت عم تروح على الجامعة؟ علي بالحلال ثلاث ارباع الحرم ما عم تروح على الجامعة. سمعوا رجع شي بالغبي؟ ما رجع. لك اليوم بيطلع ايه؟ والله يا ابو عصام صاير عم يطلع كل يوم اثنين وخميس بس. من بعد صلاة العشاء وما بيرجع لقبل صلاة الفجر. اثنين وخميس من بعد صلاة العشاء لقبل صلاة الفجر. من زمان؟ يعني تقريبا صلوا شهرين عن منوان. ما سألته ما فهمت منه وين بيروح وين بيجي شو الصاير. إذا بقول لك ما سألته بكون كذاب. سألته بس يا ريتني ما سألته. لا شو قال له؟ لك حبي وشي. قال لي وينك ابو فارس؟ ليك لا تتدخل بشغله ما بتخصك. ها وحمل حاله وطلع. مش لا حول ولا قوة الا بالله. ولك على الله يوفقك يا دوس على العمله. لك شو قد تنباك؟ ولك هاد مو تنباك. لك شو هاد؟ بسيك بسيك. هاد زيتون شنو ما لقيت تنباك، زيتون مدقوق. الله لا يوفقك يا نمس. عم خلينا ندخن زيتون ومدقوق. ولك ايه قلت لحالي التنباك بيضر فبحط لكم زيتون، زيتون مدقوق ايش منه الزيتون بينفع، بعدين زيتون مبارك مذكور بالقران الكريم. يقا يخزي العين عنك لك نمس، تفهم بكل شيء، عامل لي فيها شيء كمان بعمري كله ما سعيت من الارجيله اللي قاعد. خبرت عمي ابو ظافر انك جاي لهون؟ إلك كان وهو قال لي ايه. ما هيك نمس؟ اي والله صحيح، لازم قوم رجعه على البايكه. ايه قعود ليش ما في حدا عندكم بالبايكه؟ لكان في لبن، بس تروح انا على البايكه هو بيروح بينام بيته. الحمد لله اللي حكاها. خلاص خليك هون وبكره من شقشقة الضوء بترجع على البايكه. ايه والله احسن، احسن ما تنتعني مشوار هلا بنصاص الليالي على البايكه. خلص قاعد خليه يكون، خليك وانا رح اعمل لك احلى نفس لبنه مو زيتون. وبلكي زعل عمي ابو ظافر. ولك جننتني، شي بتقلي عمي ابو ظافر، شي بتقلي يابي، سالك على بر قاعد. عمي ابو ظافر هو بيقلي قول يابي يابي. ولك التنكة حاجة تنفخ بوشي لإمتى؟ نمس قل له حاجة ينفخ بوشي. طول بالك يا ابني، الله يرضى عليك، طول بالك. الله يسامحك يا قعود. لك أنا عم بفق تنباخشي
عم بنفخ زيتون مبارك، هيك قال شيخنا. شو بدي اقول لك بعدين عمي ابو ظافر بيعزك خير الله، سبرك بسبر ابنه. نمس اقول لك شي نكته خليني اضحك انا وتنكي. ايوه بدكم لكم نكته. نكته. الله عليك يا نمس شو بتضحك. شباب شباب بدكم لكم نكته ثانيه؟ نكتة تانية. اسمع نمس احكي لك انا نكتة ثالثة. لا بعرفها قديمة وبايخة. بدك تسلم الدكانة ابن عمي؟ ايه رح سلمها. شغلة مو جايبة همها، خلينا ندور على شي شغلة نطلع منها لقمة الخبز مثل الخلق. ايه وشو بدك تشتغل؟ شو من كان؟ اللي الله كاتبه، المهم احسن من هالشغلة. وسليم؟ سليم مانو صغير. ومن مصلحته انه يدور له على شي صنع احسن من صنعة الفول والحمص يلي ما بتجيب همها بنوب. ايه مثل ما بدك. بسم الله الرحمن الرحيم. وليش ارتعبتي؟ لا تخبريني ما ارتعبت. اهلا وسهلا. بالمهلي. شو شايفه رجعه قريبه؟ وليش استغربتي؟ اشتقت لبيتي ولجوزي. تشتاق لك مكه. مين بده يكون يعني؟ كمال النقل بالزعرور. شو قلتي؟ عم وحد الله. ايوه لحالي. شلونك لطوفة؟ اشتقت لك. نور البيت. ايه نور برجعتك. تقبليني تعي نضب اغراضنا. تعي تعي. قال الحرداني بتروح أملة وبترجع سيباني. الله لا كان جاب الغلا. يا عليكي ما اواكي وما احلاكي يا فريال. يلا منيح اللي بعدتيه. يا معلوم دي بعطل بس مو مثل ما عم بتفكري مزكي. انا بعدتها مشان ما يفضل الجو للست هدى وتتمردح بالبيت لحالها. ايه ما فشرت عينها؟ لا مو بس هيك، وعلمتها للطفيه تضل تسق وتنق براس جوزها لحتى يشتري بيت اكبر. ما في خواص لك. كني بعدي عن هالبنت رح تخربي لها بيتها. الله يخرب بيتك من حالي. انت اللي كني مزكي. حاجه عملتي لي الشيخ مصلي. هاتي لشوف. قولي لي شو في اخبار جديده ومجعجع بالحاره؟ ما في اخبار جديده بنوب. يعني شو بده يكون في اخبار دخلي؟ طيب وسارة مرته المعتز ما حبلة؟ لا ما حبلة. الله يجبر خاطرها بصبي بجاه محمد النبي يا حق. امين يا رب العالمين. يلا قومي لنخطف رجلنا لعند حاتم. يلا تقبريني شو في ورايي. انا بالدوارة مثل الشرارة. وانا من بيت اعلى بيت الاعلى بيت. طيب الله فرحكم. يا عيني عليك. يلا امشي. طيب روح. قعود تعال لشوف. ليش عم تسعر هيك لك ابني؟ هات لشو ضحكني معك. مباري انا وتنكي رحنا سهرنا عند النمس وكنا بدنا نأرجل. ما في تنباك خلانا نأرجل زيتون. تنباك من زيتون؟ النمس دقوا للزيتون وأرجل انا وتنكي انبسطنا كثير. ايه الله يجعل كل ايامك بسط. بس قلت لك لا تبان. والله انا ما دخلني هذا تنكه. هو قال لي نام وانا بجيبك بكره. واليوم بدنا نروح نسهر عنده للنمس. ايه اذا رحت لا تبان. خلي النمس يرجعك. امرك. روح لشغلك. امرك عمي ابو ظافر. الله يخلينا اياك. السلام عليكم. اهلا. ليه عمي ابو جوده؟ شلونك عود؟ اهلا ابو جوده. شلونك ابو ظافر الغالي؟ اهلا وسهلا. شرف. الله يبارك فيك. تفضل. ما في داعي تعزف حالك مستعجل. قلت لحال لما بشوفك اطمن عنا. والله يا ابو جوده تعال الحاره كلها ما عاد نزلت. خير في شيء؟ ويلي بده يتحدى. الساعة
السلام عليكم. اهلا. عمي ابو جوده. شلونك عود؟ اهلا ابو جوده. شلون ابو ظافر الغالي؟ اهلا وسهلا. شرف. الله يبارك. تفضل. ما في داعي تعزف حالك مستعجل. قلت لحال لمر شوفك اطمن عنا. والله يا ابو جوده تعال الحاره كلها ما عاد نزلت. خير في شيء؟ ولو الله يسامحك. قلت لك جايين نطمن عنا، صار لك زمان ما شقرت لعنا. لا ولو؟ انت منا وفينا يا ابو جوده. تسلم تسلم. طمني عنا. الحمد لله. قصدك بخدمه وخجلان من يارك. قول قول ولا تخجل. قول اذا في مجال بعد اذنك تعطيني خروف بالدين. خروف بالدين؟ والله ما بعرف شو بدي اقول لك يا ابو جودان. خروف بدي يا اخي انا ما بدين خواري. انه محسوبك اخذ اجازه يومين بدي بيت مع العيال، صار له زمان ما اكلوا لحمه. قلت لحالي باخذ قرقور بايدي منه بياكل، واللي بيزيد اختك ام جوده تتعمل له قاور مر. ابو جودان انا ما بدين خواري بس شرف هدول مني للولاد. الله يخلينا وياك يا صافي، طولنا بعمرك. امرنا اي خدمه سيدي؟ الدعاء. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. مع السلامه. السلام عليكم عمي ابو حازم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلين عمي. في كلمتين بدي احكيهم معك. اهلا وسهلا. تفضل ابني احكي. هات لشوف. خصوص هالقهوة. شو مالقهوة يا عمي؟ هي القهوة لازم تسكرها، حرام. بيجوا لك ابني ليه؟ لأنك عم تلهي الناس عن عبادة الله. أنا عم بلهي الناس عن عبادة الله؟ ولك ابني هي قهوة الناس بتقعد بتحكي حديث، بتسمع نكتة، بتشرب كاسة شاي، بعدين كل واحد بيحمل حاله بيروح على بيته، إيه بدي عم بلهي الناس أنا؟ وعصوم؟ تعال اسمع اسمع تعال. عمي أبو حازم أنا عم بحكي معك. الغربة ما دخلون. لك ابني انت ما عم تخجل؟ انو غربة؟ هذا عمك. عمك؟ لك الهربة بعيونك العمى. لك انت ما عدت حبك بعد عندك كبير. عصام طلع النبي قبل الله يرضى عليك. لك ما بتسمعوا عمي، ما بتسمعوا. لك انت امتى بدك تطلع من راسنا ونرتاح منك؟ امتى يا عمي؟ طول بالك، هذا حاله جوتين بخرج الله يرضى عليك. رجعتك كانتك رجع. عصام تعال. وزيدة حسابك بعدين. وانت شو؟ انا حكيت هالكلمتين اللي عندي لأفكر فيهم. وبعدين يا ابي؟ وبعدين ما خلص سمعوا. تسكت ومتم ساكت يا ابي. عم يعمل علينا وصي. لا بتخرف. لا تعمل الهرصة. روح على شغلك. ابو عصام من شان الله يا ابو عصام تلاقي محلي. شوف البلدية، شوف الاوقاف، شوف فيما بدك بس خلصنا منه. بدنا نشوف الشيخ عبد العليم من غيري. يا ريت والله شوف الشيخ عبد العليم يا اخي. يا الله. السلام عليكم. السلام. انا ما بامن بك شغلات. قال شوف الكف. قال يو حدا بيعرف بالغيب؟ تسلايه سعاد خانم تسلايه، يعني مو عن حقه حقيقي. يا ست معصام انطيني كفك اشوف لك اياه، ما رح تخسرين شيء. يا مجربي منتسلى. خلص دلال قومي فوزية عاوزتك. حاضر معصام. اي ورجيني شلون بتشوفي الكف. هات اشوف. فوزية مين هاي؟ هاي فطنة. بعرف فطنة بطيخة، بس شو لفها عليكي؟ لك يا بنتي هدول الناس كذابين، الله العليم شو في من وراه. لا بقى تجيبيها لعندي. سعاد خانم القصة وما فيها تسلايه وبس. بس شوفي شو قالت لي. قال نحن بده يصير عنا خدم وحشم. الأبو بدر بده يصير له شأن كبير بالحرام. الله يرضى عليكي. لا بقى تجيبيها لهون. مثل ما بدك سعاد خانم، مثل ما بدك. روحي اعملي لها فنجان قهوه شربيها يا وخليها تمشي. يلا لشوف. على عيني. يو هلا انا بدي اصير مرا الي شان وقدر؟ ولا هذا الحكي بتحكيه لكل الناس وانا من جملتهم؟ الله يسامحك، انا اقول لكل الناس. باين من كفك حتصيري ست ستات الحاره. يا عليكي والله بتلعبي بالعقل انت. قال ست ستات الحاره. قال هدوت وينك؟ هون ابن عمي. لك تسلمني انا شلون تطلع ابن عمي من تمك؟ مثل العسل يا عسل، مو مثل هدينك الشاضومات. الين تقبرني.
شبكي ليش هيك مبوزنة؟ سلامة قلبك. ليه؟ يعطيكي العافية ابن عمي. يخرب بيتكم، يخرب بيتكم من حالكم. شو جابكم؟ شو رجعكم؟ مالنا غنى عنك تقبر قلبي. تقبرني؟ وجعني قلبي عليك. قلت يوه، معقول ابن عمي يصفى بلا اكل وبلا شرب؟ ايوه. لا 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 لا، انتوا ما بترجعوا هيك من راسكم. الشغله في من وراها قصه. قصه شو؟ غلطنا ومنك السماح. ايه ابن عمي سامحنا، الله يخلينا اياك. بعدين اليوم عملت لك اطيب صينيه كباب هندي. كباب هندي؟ ايه، بعدوا عني، بعدوا عني. هدول حييني. امرك ابن عمي. امرني تقبرني. شلون رجعوا هدول التنتين؟ والله ما بعرف، من غامض علمه مثل القضى المستعجل، ما لقيتهم غير تكرفت ورا بعض وفاتوا على البيت. هيك من كونون؟ ايه من كونون تقبرني. شوفي هدول، انا القصه مو عاجبتني، من يوم ورايح بدك تشبكي لي قدم هيكي، تخبريني كل شيء عم يفكروا فيه، شو عم يحكوا، مو عاجبني، والله 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 ربيهم من اول وجديد. لا توسع حريص تقبرني، كأنك موجود وأكثر. مو كأني موجود، كأنه سعاد الصغيرة موجودة. شنكي أدنيك شوي، شنكيون. خلص، كأنه سعاد الصغيرة موجودة بيناتهم. لا تزعلي، وحياتك اليوم سهلة عندي. زوز إينا يا إيه. إن شاء الله بتشكو القاسي يا حق. ماشي يا بسيطة. حرك حرك. عبدو اهلين عمي فاروق، يا بيت وردي شلونك؟ على راسي يا ماشي الحال. لك وينك؟ صار لك غاطت كم يوم ما عم اشوفك، مو عاده ترجع لعندي على البيت؟ والله لسه ما صار معي شيء، لانه بيني وبينك ما قدرت امن شريكه هلا. شو ما صار شريك وشريك ما بعرف شو، واخي معتز لك طمني شو صار معه؟ لساته عم بدوزن براسه. لك شو دوزن ما دوزن؟ لك فاهم علي؟ لك عبدو، لك والله العظيم لو ما لغالي علي وعزيز علي ما بعرض عليك الشروعي، لانه في كم واحد قاصدين يشتروها. بس يا اخي غلظة، لك مسيين ومصبحين عندي بالبيت، لك يحلوا عني. ها خلاص عمي عفارو، اترك علي، انا بدي رد روح لعند معتز مره تانية وحاكي. السيدي منروح انا وانت لعنده. اي منروح لعيونه شو فيها؟ بس ما بتروح لعندي على البيت ما تغدى لنا كنا لقمه قبل؟ لك هلا تقول لي اكل وما اكل وغدا ومدى، لك الله يرضى عليك، بدي روح تيسر على بيتي قبل ما تعتم الدنيا. امرك عمي امرك. شرف سيدي شرف. يا ابي صحيح فول بزيت. ساويين انت يا ابي ساويين انت، انا مالي خلق بنوم. ليش يا ابي؟ شبك معنا بعضك؟ لك يا ابي مو شايف شو عم بيصير معنا؟ من الصبح لهلا على صحنين فول وصحنين مسبحه. شو بدنا نعمل يا بي؟ ما هي رزقتنا الا ما الله يفرجها شي يوم. ونعم بالله. بس لا بقى تحاكيني مثل امك، عم تفهمني؟ لا بقى تحاكيني مثل امك، وحط ببالك الخميس رح سلم الدكانه. ليش يا بي؟ ليش؟ لا بقى تسالني ليش. هيك اخو مراي انت. ساره بعد تجي خيرية تشتغل معنا، أحسن ما قعد الغرفة مع أمها. يو ما بتحبها لهالشغلة، والحقيقة أنا ما بحب أخبرها على شيء ما بحبه. بعدين بكفيها شغل البيت كله فوق راسها. إيه شو بس هي عندها شغل بيت؟ كلياتنا عندنا شغل بيت. أه وأنا كمان عندي شغل بيت. يو شو بكون بحط ثلاثتكم؟ غني لنا مونا. شو بدي غني أنا؟ غني لنا غنينا يرجو. إيه صوتي مو حلو؟ إيه لا حلو. لا عيب وراه خلصينا. إيه يلا بلشي لأنه بده راح. أه يلا. يا مال الشام ويلا يا مال امي يا مال طار البطار يا حلوة تعالي. يا مال الشام ويلا يا مال طار البطار يا حلوة تعالي. Oh, 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 oh.
فارغ. انا مالي بالطحين، يعني عدم المؤاخذه الطحين بينباع للفرارة. انا شو بدي اعمل فيهم هون احطهم بالدكانة عندي؟ يا ابو العز حسبي الله ونعم الوكيل، الطحينات بحطهم عندي بالبايكه وخلينا نحن ناخذهم من الرجال ونوزعهم على الفرارة ونكسب فيهم قرشين حلال زلال. لك شو بك عبدو، ما سمعت بجودة شوال ما لنا فيها. اتركنا منه لك ابو العز، هذا بيحكي شراوي غراوي، بعدين افضل زلمه معروف سمعته بالسوق. حبيبي يا ابو العز، يا حبيبي يا عيوني، لك ان شاء الله مفتكر دول الطحينات اني سرقوا من المستودعات؟ شو هالحكي؟ اعوذ بالله، شو هالحكي ها؟ انت زلمه الك سمعتك وصاحب دين، بس انا مالي فيها لشروه الطحين. اخي راح احكي كلمه ونخصم الموضوع كلياته، راح انقص من حق الشروه من حسابي انا، وراح ابيعكم اياها بس بتعطوني حقها على 3 دفعات، لانه انا ما بدي بيعها لاي حدا بالسوق. غادريني بالسوق، فهمت علي؟ حط عينك بعين الرزاق وقول يا كريم. اتكلنا ونعمل اتكال. اه ونعمل اتكال. روي يا لطيف استاذ زيدي، انا هذا شفته بالسينما، هذا اللي بيدق عليه ما شو اسمه؟ هذا اسمه بيانو. بيانو، هذا هو البيانو. يا لطيف يا لطيف، الله يزيدك الله يزيدك يا استاذ زيدي، والله شيء حلو. لك على راسي يا سيد عصام، على فكره والدك رجل عظيم، وانا من قعده وحده قعدت معه وعرفت شو هو هذا الزلمه. هلا فهمت ليش اهل الحاره كلهم بيقولوا ابو عصام وابو عصام، رجل منفتح يا اخي ومتنور. الله يخلينا اياك الله يخلينا اياك. على فكره انا زرتكم بالبيت، ما بعرف اذا السيد الوالد قال لك شو صار بيناتنا حديث. لا والله سيد الوالد ما بيحكي شيء، ما بيحكي شيء بنوب. هي معك حق فيها، فعلا ابو عصام كتوم ما بيحكي. ما بيحكي. بدي اسالك سيد عصام، انت طلعت شيء برا الشام؟ لا والله ما طلعت برا الشام، وبقول لك المثل بعد الشام حفير ونام، انا بحب الشام ما بحسن بلاها. كلياتنا والله بنحب الشام. طب سمعت عن فرنسا وعن الثوره الصناعيه بفرنسا وشو عمل التقدم؟ لا 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 سمعت ولا بدي اسمع. وليش ما بدك تسمع؟ هن خليهم يحلوا عنا ويطلعوا برات البلد ونحن منعيش على كيفنا. لك لا يا سيد عصام، ما بصير تحكي هيك، انت باين عليك شب واعي وفهمان، الحياه لازم تتغير والبلد لازم تتغير. ايه بتتغير مثل ما بدنا نحن، مو مثل ما بده الفرنساوي. ولا انت مع انه يضل فرنساوي بالبلد؟ لك لا يا سيد عصام، شو هالحكي؟ رح ازعل منك ها؟ طبعا انا مع انه الفرنساوي يطلع برا البلد. شبك؟ انا انسان شريف ووطني ورجعت لهالبلد لحتى اخدم فيه واشتغل هون، ولازم كلياتكم توقفوا معي بمشروعي الجديد. شوف استاذ زهدي، اذا مشروعك الجديد بيخدم البلد وفيه خير للناس، كل الناس رح توقف معك. قول يا رب ابن عمي، قول يا رب. قلبي عمطني من الشروة. ايه معك حق ابن عمي، لأنه أول مرة بتشتغل لهي الشغلة، ولا سمح الله لا سمح الله إذا خسرت لا تتضايق، تتعلم من هاي المرة وبالمرة الثانية بنكسب. هيك قلتي؟ ايه اتكل على الله. لا إله إلا الله، توكلنا على الله. وينه جود الأزهار؟ جود؟ خيرية؟ ابن عمي؟ هذه لشو؟ شو لوين رايح؟ واصل لعند بشير. بعدين لعند عبدو. عند عزة بلا أمك شيء؟ لا. هاد بوسي لشو؟ أنا. بدك شيء؟ لازمك شيء؟ سلامة قلبك ابن عمي، الله ييسر لك. يلا السلام عليكم. شرف شرف سيد عصام. إن شاء الله بيعيشوا هالإيدين. تفضل. يسلموا إيديك يا عيشي. إيديك. سكر سيد عصام. لا لا حلوة، يسلموا إيديك. عصام بدي اسالك، بشرفك انت رضيان عن عيشتك؟ رضيان عن وضعك؟ اكيد عم تعاني وعندك مشاكل وهموم. اخ قلبي من العجور منجور، ان شاء الله لا تذكرني يا زهدي يا فندي، لا تذكرني. لهيك بدي اطلب منك شغله، انك تقنع السيد الوالد، وانا عندي انت على عيني وراسي، بس ابي من النوع مو اللي بتحكي له شغله وبيساويها، بيشتغل من كونه من راسه. مشان هيك يا زهدي يا فندي روح لعنده واقنعه بالمشروع تبعه، وغير هيك ما رح يزبط. عن اذنك.
اهلا. مرحبا. اهلا وسهلا. اهلين حبيبتي. شلونك زهدي؟ كيفك جولي؟ شو اخبارك؟ تمام الحمد لله. السيد عصام ابو شوكت احسن حلاق بالحاره. مرحبا. يا اهلا وسهلا فيكي. يا اهلا وسهلا فيكي. يلا على نسمع سيد زهدي. مع السلامه. مع السلامه. ايه معتز، ابو فاروق لا تخاف منه، انا بعرفه. الزلمه معدل وقبضاي. انا كنت اخذ من عنده طحين لما كانت تقطعني المطحنه، فالزلمه قبضاي وما بتشوبه شايبه. ايه خلصنا بقى ابو الجود، خلصنا. حلا فتله برمي، خلي الله يبارك لنا بهالشروه. خلصنا. من عبكره بنروح لعنده، منيح هيك؟ هذا هو الحكي. ويا سيدي، انا بصير باخذ من عندكم طحين، وبخلي رفقاتي بغير حارات الفرانه ياخذوا كمان من عندكم طحين. هذا رزق. اتكل على الله. توكل. تعال تعال يا حسن، طيبين الشايات. صحيح ابو جود، شو صار معكم مشان هذا؟ سمعوا. ما يعرفان شو بدي اقول لك يا بشير. بدك الدغري يا ابو العز؟ انتم مكبرينها بفرنجين. نحن مكبرينها لك عبدو. لا تزعل مني. انا بقول كلمة الحق على قطع راسي، ما في كلام. هات لشوف ابو كرم، شو هي كلمة الحق؟ انه ليش كل الحاره قايبه قيامتها على سمعون؟ الزلمه صاحبنا وابن حارتنا قبضاي، كله بس كرمال انه صار يقعد بالجامع بعد الصلاه يعطيك درس. لك شو شغله سايبه لك عبده؟ مين ما كان بيعطي دروس في الدين؟ لك اخي انت سمعته؟ لا والله ما سمعته ولا سمعه. لك اسمعه، الله وكيلك حكياته بيفوتوا على الاعل دغري، لك بينعن شو القلب من جوا، رجال صاحب دين، ما عم يعمل شيء غلط الله وكيلك، بعدين لا تواخذوني بهالكلمه، الرجال ما عم يفتي. ما هون المشكله لك عبده. بكره بصير بيفتي وما الناس عم تسمعه وتاخذ بشوره، وهو بالاصل خدام جامع. لك ابو حسن، حط عينك بعيني ولا تضوج. من ايمتى نحن كنا نحكم على الناس قبل ما تعمل عمايل؟ لك عبدو، كل اللي بيهمني هلا نخلص منه مشان قصه اختي. بعدين في كباريه بالحاره هن اللي بيحكوا معه مشان قصه الدروس. فهمت علي؟ ابو كرم خذ لي طريق، بدي امشي، تاخرت انا. قايم معك بشير. فز ابو العز فز. يلا. لسا بدي اطلع على فرنسا كمل دكتوراه هنيك؟ طبعا، لما بتكوني محاميه معك دكتوراه من جامعه السوربون غير لما بتكوني خريجه الجامعه السوريه. ليش شبه الجامعه السوريه؟ من اعرق جامعات العالم. وجامعه السوربون يلي حضرتك عم تفتخر فيها مع كل الاحترام، مراجعها الطبيه والفلسفيه والادبيه والعلميه من هون. مراجعها عربيه. اوف اوف، انت متاكده انه مراجعها عربيه؟ طبعا عربيه. كانك نسيان التاريخ. ما انك سمعان بابن رشد وابن خلدون والرازي وابن سينا؟ لا لا، انا اكيد متفق معك انه عنا اقطاب مهمه بالعلم، بس يعني بقصد انه هن قدروا يستفيدوا من هذا العلم ويترجموه لحقائق علميه وعمليه، قدروا يطوروا بلادهم. معلش زهدي، بلد تحت الاحتلال ما بظن انه يقدر يعمل شيء. بس يطلعوا الفرنسيين من عنا ويبطلوا ينهبوا خيراتنا وينهبوا حقول اهل هالبلد، وقتها بنقدر نعمل كل شيء. خلص 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 جولي، انت ما حدا بيقدر لك. كملي نقاشك انت وخالديه، انا بستأذن. اذنك معك. مو معقول جوزك شو مغرم بفرنسا. لسه فرنسا فرنسا هلكنا. بس على فكره معه حق بكثير شغلات هون. شوفي، انا اي حدا بيحب فرنسا ما بحبه لاي سبب كان. مو تعصب يا ستين، بلا تعصب. كيف يعني؟ أنا بحب الفرنسيين هنيك ببلدهم، بس هون ما بحبهم. عصبني. بدك شي رح روح. تعي بكره لعندي، إيه؟ ناطرتك بالجامعة. إن شاء الله بجي. بدك تتعشى هون ولا برا؟ أبو شوكت. هون برا وين ما بدك. طفر قلبي ابن عمي. ابن عمي شو بهون عيونك؟ اه بسم الله، شو بهون عيوني وليه؟ بياخذوا العقل، عم يلمعوا من زمان ما شفتهم هيك. ايه ايه، شو طابخه؟ سودة تقبرني. سودة بالليل؟ إيه، انت بتحبها بالليل؟
أنا بحبها بالليل. إيه مزبوط، أنا بحبها بالليل. طيب شبك ابن عمي؟ ليش متلبك؟ شو صاير معك؟ نعسان، بدي لحقة. مين هاي؟ النعوسة، اجتني النعوسة وبدي لحقة. تصبحي على خير. ابن عمي مو اتفقنا انه اليوم نسهر سوا؟ ايش بدك تنام وتتركني؟ معلش يا دود، غير مرة، بدي لحقة. يلا. طيب الله يخليك، قوم اقعد معي شوي. خلص انتي تسلي بالسودا. والله يا نمس انا حبيتك خيرات الله. لك هو كمان بموت عليك، بحبك من قلبه. وكل يوم بدي اجي اسهر عندك هون. يا سلام. اسمع معود، لبقى تيجي لهون وايدك فاضية؟ بروح على الباك اجيب لك هيك شي خروف مهبر، يعني بنلعبه بنتسلى معه، بعدين بنقطعه بنشويه بنطبخه. لكن بكره بجيب معي. نمس؟ قلك نكتة خلينا نضحك. قلك نكتة؟ يو جيب لك نكتة. أحكيكم نكتة بالمقلوب؟ ايه ايه ايه. اضحكوا بالأول. قلك نكتة تانية. لك ما جيب لك نكتة يا جلمة. طيب أحكي لك شي شغلة صايرة معك بالشغل. شي شغلة صار معي بالشغل، شي شغلة صار معي. انسكرت، انسكرت. يا شباب، يوما جاتنا هالايام كنت حامل هالفقيشة، شو حامل هالفقيشة وماشي عم بخبخ بقوناموس. وإج وفجأة بيجيني زبون. بقول لي يا معلم نمس. بقول له نعم. وقال لي أنا يا معلم نمس قصدك، عندي مشكلة كبيرة، عم بيطلع النمل كثير عندي بالبيت، شو أعمل؟ قلت له عندي، وصلت حد عيونك. راح أعطيك خلطة النمس، خلطة ساحقة ماحقة للنمل. قال لي الله يكثر خيرك، الله يكثر خيرك. قلت له شوف يا ابني، بتجيب شوية سكر وبتخلطه مع فلفل أسود وشوية حجر. شو؟ شوية حجر. النمل لوين بيجي؟ لعند السكر. شو راح يشم؟ الفلفل الأسود. بيجي من ريحته بيدوخ، بس يدوخ راح يوقع ويجي رأسه على الحجر وخلص بيموت. ايه؟ ايه خاصي. قوم لما المم معي، قوم خلينا نرجع لعند ابو صافر. قال لي ابو صافر ما خلي عندي باد بالبيت. قعود. بتعرف شو؟ شو؟ اخي روح وصله لحالك، انا رايح على البيت استناك هنيك. روح انقبر بالبيت، وصله وبرجع. لك وين رحت قعود؟ شهد والله مليت انا. بحلب ما كان ياخذ مع المجرم ثاني. القطو ركض وراه هيك وجيبه من عيونه، بعرف انه مجرم. هون بيطولوا يا اخي. اجل 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 اجل. ركض يا حبيبي. تعا بتركض. شو بدك؟ عم بحكي له. بتعرف هدول انا ماني جايبه على العباس، طلعت الاول على دورتي بالركض انا. ايش عم تسوي بالصلين انت؟ بايكه عم ابو صافي. شفت الدورية صارت بايكه عمك ابو صافي. يا محتال انت. اسمك ولا؟ قعود. عود. عود على ركبك لك، متعود على العود. عود عود. اسم ابوك؟ هو عمي ابو ظافر. انا ايش بدي بعمك ابو ظافر؟ ايش اسم ابوك؟ هو عمي ابو ظافر بايكه خروفي. والله صوت مجري. والله انا بعرفه. خلطتك بايكه وعم ابو ظافر بزابس. سلام. ايش حطوا لكم؟ ايش حطوا لي الترزا؟ هو عم ابو ظافر. ابو ظافر؟ هلا بدي اخليك تشوف عمك ابو ظافر. هلا لك يوم واحد اخذت معي، يوم واحد يا طالب ماشي، والله لارجيك العجب، وانا مزيان فتوح. قعود؟ لك وين راح الاجداب؟ حسبي الله ونعم الوكيل على هالمصيبه. هلا بيحسبوا ابو علينا زلمه. معقول يكون رجع لعند تنكي على البيت؟ خلينا نشوفه. يا زغبي، يا حرام طحين، يا أنمعه، يا سراق، ركض ما تخاف الله، ما تخاف. ما تخاف الله. شو أنت من المخلة؟ بدك تعترف إن أنت اللي سرقت طحيناش؟ ترى ولا؟ ولا أنا مزين ولا؟ إذا بجودة بخلي العالم تعترف على الواقف، أنا بتخلي تعترف أنا على قاعي. أبو صافي. هلا أبو صافي يرفعك.
هون سكي. هات لي شو بدك. لا لا ما صافي هيك الواحد بيستقبل ضيوفه، هيك بيحكي الواحد مع الضيوف. اهلا وسهلا فيكم. قل لي نمان شو السيني؟ والله ماني رايق بنوم. ليش ما رايق؟ اخي مو ظابطه معي. ايوه ليش مو ظابطه معك؟ لك نمس شو بدك؟ جاي نمشي عليك. مشي بن مشي. مسينا. مشي بن مشي. مسينا. مشي لا صافي. مسينا. اخي مسيت ووصلي. الخلاصه شو بدك نمس؟ هو القصه احنا انا عين ما بتعلى على الحاجة بحكي لك نمان. ومن تمك احلى يا كحلة. لا والله ما بحكي غير انت. اخي ما بدي انا يا اخي. اللهم طولك يا روح. خلصوني بقى شو القصة لك نمان؟ شو القصة؟ القصة انه جاي بسألك هلا هي شو اسمه اجى عندك رجع على البيت هو هلا هون هي هو. لك مين هو؟ قاعود. شو بو قاعود؟ اجى لعندكم على البيت. لك انت مو بدك توصلوا على البايكة؟ ما هيك كان على اساس. بس هو لما طلع من الباب شبقني، لما شبقني ما عاد لحقته، لما ما عاد لحقته ما عاد شفته، لما ما عاد شفته ضيعته، لما ضيعته ضيعني، ضيعنا بعض بعض. لك وهلا لحتى حكيت؟ او ليش انت سالته؟ طولوا بالكم يا شباب، طولوا لك صافي. ولا انا مس وينه قاعود؟ هي صافي احنا شيء بساطة. لك بلا تعسيل بساطك بلا بطيخ وينه قاعود؟ ما هذا اللي شغلشني انا، وينه قاعود؟ ولا تنكي وينو قاعد؟ شوف اخي زافر انا بقول انه راح على البايكي. ها خلينا نروح نشوفه اذا هني بتروح بتدوروا عليه اسقاط اسقاط وانا لاحقكم على البايكي. وانا هيك رايي. يلا روح. بترك الاول. روح هل طريق. يلا يلا بايكي. ولا عم تاخد السيارة انت عم تضيعني زوين. انا مزيان عمي انا مزيان ما حدا بيضيعني. لك بدك تعترف وينك يا سطحي ومين شركائك بالجريمة ومين هاد ابو زافر؟ هاد الاسم انا ملبكني. مين ابو زافر؟ عمي ابو زافر بايكي. ما انت ما عندك غير الكلمة؟ بدك تعترف. ماني رايح من هون لتعترف. واي عادي. عمي ابو زافر. بدك تعترف وينك يا سطحين؟ ماني تاكع من هون. ليجي ابو زافر هاد؟ هاد شكله شكله هاد الاسس للجريمة كلها ياتا. هاد هو اللي صار طحين. ما اجى لهون؟ لا ما اجى. ليش شوفي مع المين؟ مو مبين. نمس عم يقول ضيعوا. نمس عم يقول ضيعوا؟ ايه هيك عم يقول لي. شبك انت؟ ما بني شيء، بس يعني قاعد ولد صغير لحتى يضيعوا. شو قصدك لبان؟ مع المين؟ النمس له ثلاث ايام عم يقعد مع قاعد، عم يحكي معه على الهسي. ايوه عم يحكي معه على الهسي؟ الله وكيلك، وكل ما بيجي انا بغيره السيره. ماشي، بس يجي راسا بتروح بتخبرني، فهمت؟ فهمت. لك ما بين تقول فص من حدار. اي والله اي والله فتنا عليه فتن يا عم ابو زافر وما لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اول بالك يا ابو زافر اذا بيته وين بده يروح؟ لا ما لقينا. ولا نمس رجع لورا. ما في غيره يا بي. هو اللي مخبي لك قاعد. اطلع فيه احسن ما اطلع بروحك. شو عم تحكي؟ انا بدي اخبي قاعد؟ لا يكون مفكرني خاطفه ولا؟ لك انت يا بي. لبن قال لي انه النمس صار له يومين عم يتقرب من قاعود وعم يسهره. طلع بي قاعود ولا وينه مخبيه؟ وينه؟ عم بسألك ولا نمس؟ ولما بسألك بتجاوب؟ والله اذا سألتني السؤال وعملت حالي ما سمعته ما تعيده سما جاوبك جواب تعمل حالك ما سمعته. لك هدينا بعد بس هدينا. شو بنا روونا؟ شبك عمي ظافر شو له مصلح النمس متخبيته لقاعود؟ خلونا نروح ندور عليه بحارة الضبع. اكيد اجوا اخذته لهنيك. ما تحكي لك كلمه عمي ابو ظافر وتسكته لهالولد. ما انت قلت لي خليك مع قاعود ودير بالك عليه؟ شو اللي على اساسه هو ضاع؟ خلصنا نمس مو وقت الحكي هلا انت وياه. رجعوا دوروا عليه بالحاره الله يرضى عليكم. رايح انا وابو ظافر بركي بنلاقيه بحاره الضبع. شرف ابو ظافر شريف. يلا شريف. وانت ليش ساكت؟ ما عرفت تحكي لك كلمه؟ احكي. ماشي حسابك بعدين. السلام عليكم. عليكم خير. ايش بدك من هيك الصبح؟ انا ظافر ابن ابو ظافر. لا يا هو انا من جنب فتوح من حلب. ايش بدك اخي؟ في عنا شغيل مضيعينه من امبارح بالليل وجاي بدي اقدم بلاغ لتدوروا عليه. مضيعينه اللي شغيل. وانت ايش بتشتغل خيو؟ نحن عنا بايكة غنم وابو جودات بيعرفنا منيح. اي معلوم.
او جادر بيعرف الكل ما شاء الله. طب هيك قلت لي عم بسرق الطحين مشان طعم الخواريف. اخي شو نعمل هلا؟ خلص انتوا روحوا خيروه، انا بتصرف له. خلص روحه، عندي هلا بسجل اسمه. ايش اسمه؟ قاعود. عود. ها عود. خلص عندي، لا تاكل هم. روحوا. سلام. روح. علي عم تضحكوا، انا مزيان كشفتكم. يا رايحين حالة بحبي معك ومراح. لعبة شو هالقصة هاي؟ والله قاعود ما بيستاهل. والله شغله بتجنن، وين بده يكون راح؟ لك هذا ولا طيب، يا خوف يكون حدا ضحكان عليه واخذ له شيرني. يا الله كيف حالك؟ ها؟ هي شو؟ خبي. شعيرة يا عم يا بيصام، شعيرة، يعني ما خلينا. من السبع طواني على بطأة ماضية على الأردن. ماله أسهل. لا حول ولا قوة إلا بالله، طول بالك. السلام عليكم. وعليكم السلام. شو والله ماله أتاه. رحت دورت عليه صوب الاشلي، وصلت لحنان يا حارة الزيت، وسألت الكنايس كلياتها ما له أثر. لا حول ولا قوة إلا بالله. باطل عليك. بدك وراح يعني. صلي على النبي، صلي على النبي. ونايم يا حيوان! لعبة برادر! لا تخيل عم كيف بتموت على لك كيف بتموت على المكتبة؟ ها؟ لك شتام التام؟ والله ما في شيء، قاعد عادي أنا. قاعد عادي؟ والله العظيم تليفون بحطك. عمول لحالي يا سيدي ما في تليفون، والعسكر ليش فلتاني؟ لك شتام تفوت على المكتبة بغياني لك؟ والله ما بعرف يا سيدي، والله ما بعرف. بس ايش عملت لك شغلي مباري؟ ايش عملت لك شغلي؟ شو عملت؟ مسكت عم بزرع طحين. أكيد مسكته. والله ليكو بالنظار قاعد سلخته فلقى خليت صوته يوصل لسابع سماء. ري عليك زي الأرجينيا بشوفه إن شاء الله. والله جيت تفضل تفضل جات تعرف بزلة بيك صغير شو تساوي؟ شو بدل المجرم هاد سراج عراوي. ري عليك يا مسجد، ري عليك، ري عليك. طلع لهون لك مجرم، طلع ولك طلع. العمى ضربك على هالصواب يخرب بيتك. لك هاد قاعود، قاعود شغيل أبظافة تبع البايكة. بعرف إنه قاعود وشغيل أبظافة وبالبايكة، هن عم بسروا طحين عشان طعم الخواريف. مك بني آدم حيوان أنت ما بتفهم؟ الخواريف بتاكل علف، بتاكل شعير مثلك، ما بتاكل طحين؟ لا أبو جودة اسمح لي، عنا الخواريف بتاكل خبز يابس. أبظافة وشغيلة إيش بيساووا؟ بيجيبوا طحين، بيساووا خبز، بيبزوا للخبز، بيطعموا الخواريف. لك انت ما تفهم لك، لك والله لا يبس الدم بهالوقت. طلعوا يا زلمه، طلعوا. راح طلعوا، طلعوا لشو؟ خلص قاعد قوم اطلع على الباكيت تبعكم، قوم يلا. اطلع عمي اطلع، اطلع. على مهلك، على مهلك، على مهلك. على مهلك. خلص شوي شوي، شوي شوي، شوي شوي. اطلع عمي اطلع، اطلع. مع السلامة، مع السلامة، مع السلامة. سكر النظارة، سكرها، سكرها. سكرها الله لا يوفقك، سكرها، سكرها. ايش العلاقة انا؟ ايش لك علاقة؟ ايش العلاقة؟ والله لا عمي في عمي ما سواها عنتر والله! ليه ليه ليه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة الا بالله. دبح شو جايك الارض وبدعت وين راح؟ انت انت عمي بدك علينا عليك بالعكيد. السلام عليكم. الله وكيلكم دورنا عليك كل حارات الشام، بلينا وجنس الاسهر يا ابو عصام. لا اله الا الله. الارض انسقت وبلعته. هاتوا كراسي عدو عمي عدو عدو شرف عقيد شرف عدو 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 شباك انت عم تغلع فيني هيك والله ما في غيرك بقى هالا قصة روح عمي زافر روح صلي على النبي شو رو مصلح النبي تخبي لك عود شباك عرفني تارك الدنيا كلها من امبارح وحاططني بنافوخه ابصر شو في وراها وشو بده يكون في وراها هات لسيوف اتحفنا بافكارك النيرة اسمعوا لا إذا بيصير له شيء لقاعود والله لا أدفنك بأرضك يا ندل، من وقت ما شفناك شفنا الندالة. ولك فشلت بنص عينك ولا، وأعرف مع مين عم تحكي. ولك أنا واحد شبعان من حليب أمي، أنا بدي أخذه مشان دية، اسمعوا يا رجال على العكي. ولك علي الحلال لك واحد 60 ناقص. أنا 60 ناقص ولا، أنا 60 ناقص. بس. إيه نعم 60 ناقص، أصلاً لو الناس يعرفوك على حقيقتك أنت وأبوك كانوا بشروا عليك هون. لك والله لا أسمع منك يا واطي. معنا شو عم تحكي انت ولا هو بيعرف عن شو عم بحكي عمي ابو عصام انا ما عم بتبلى حدا هات لشوف عن شو عم تحكي عن شو عم بحكي
كانك رجال قول لأهل الحارة شو بكل لك قاعود يلي عم تتهمني اني مخبيه خلي يعرفوا مين النادل فينا لك يا ابني انت عرفان حارة شو عم تحكي يا عمي ابو عصام انا اللي عرفان شو عم بحكي شو يا رجال يا معدل يا بضاي اللي عامل لي فيها المرجله فرجينا مرجلتك قول لأهل الحارة شو زافير ولك يا عيب الشوب على الشوارب اللي بوشك حاجة بقى ولك نمس حاجة بقى حاجة تحكي شروي غروي إذا عندك شيء احكي ما عندك شيء عيننا سكوتك بقى قلنا مين بيقول لك قاعود شو زافير شو بيقول لك قاعود شو بيقول لي قاعود شغيل عنا يا عيب السوم على رجال لما بتكذب ولك كذاب بنص عينك اسمعوا يا رجال والحاضر يعلم الغايب قولوا اني مش انا قاعود بيصير نمس ايه ايه يا جماعة الخير قاعود ابني وانا كنت مخبيه عن الناس قاعود ابنك يا ابو زافر ومعيشه بالبايكه لا يا ابو زافر لا شلون قدرت تحط راسك على مخدي ابنك لاي بين البهائم صار اللي صار يا جماعة الخير شلون صار اللي صار يا ابو زافر مخبي ابنك بالبايكه وقول صار اللي صار يا ابو جندة احلي احلي ابو صافي قولوا الصافة امونا شو في ولا شي يا ابو جندة ولا شي شو بعد صام حول عديدي السلام عليكم وهون قصة يا عبي انا انت بتخرس بنوب وما بتفتح تمك بحرف واوعك تقرب عن نفس اصلا انا لو عملت يلي براسي من الاول ما كان صار فينا هيك قليل الاصل ما قدرت تقول قدام العالم انه اخي قلت عنه شغيل ما كنا متفقين انه هلا مو وقت ابي ما كنا متفقين تعرف وهي فضحنا نمس بنص الحاره وخلى اللي بيسوى واللي ما بيسوى يشمت فينا بس الحق مو عليه حق مو عليك ولا على نمس حق علي أنا اللي سمعت كلام ولد مثلك قوم قوم انقلع روح على شغلك بهية نعم عمي ساوي الغرفة الفوقانية هي راح تكون غرفة قاعود أمرك عمي أمرك يا بي قاعود انت من اليوم ورايح بتنام هون بالبيت انت ابني الله يكتب خيرك يا عمي ابو زافر انا مو عمك مو عمك انا ابوك ابوك بوسيدك يا عم جودة بوسيدك جاء الله ولا ربيك بدك تعلينا ابو زافر يا حيوان ها بوسيدك ابو عريتك رب وانت انت اللي لك قلت لك المشكلة روح حلها قبل ما توقع ما تجيب لي هذا المسكين قاعد
لك والله فكرت، والله فكرت عرامي، انا فكرت عرامي، انا فكرت عرامي. يا قاتل مبين مبين قاعد درويش وعلى البركه، مبين انسان معه بنص عقل. لك بيخفي ابنه عن الناس وين؟ وين؟ بالبايكة يا لطيف يا لطيف. لك حتى لو كان ابنه أهبل أهبل ومجنون ومجنون مثل الأجدب هذا شطر يالته ما بيصير يعمل فيه هيك. لك البني آدم فينا بيكون عنده ولد عامل السمع وزمتها ومعوفه حاله لا بيتنكر له قدام العالم ولا بيستعر فيه. مظبوط ابنه عامل السمع وزمتها ما استعر له. لك طبعا نحكي. السلام عليكم. هذا تفضلوا تفضلوا عليكم الشاد. لا وهذا قاعد المسكين المعتر اللي لا بيكش ولا بينش راميه بالبايكه. عليكم السلام. اخوه بقله حياه. شو بيقول؟ شو بيقول؟ هذا مو اخي. مو اخوه. هذا شغيل عنا يا اخي. اخر زمن عقيد. اخر زمن. لكن مو اخر زمن. اخر زمن. لك لبس شو نفرت انت؟ وقفت على الافره لسه بزماني افرد افره افر من هي. بس ما حقول لك اياها عشان ما تقفرني بتروح تفسد علي. لك افرك جلنجي السرابي تبع خص. لك العمل اللي عملته انت ما في اثر بالعصا يلي كل عمرك ناقص. لمين اي ناقص؟ لك هيدا. لك كلها كلها سبع زعلك وجدتها عند الصبح وصلت معي لهونها من عمايل ابو ظافر. ايه بتمون عقيد بتمون على الرقبه والرقبه سداده ولعيونك يا عقيد. لك رجعنا للسلمينه تبعك ولا؟ تعال قل لي شو عامل ابو ظافر وانا بروح بتصرف. مو تروح تفضحه بنص الحاره. والله يلي عمره كله فضايح لا يتفهمن ويعطي نصايح. قال شو هذا ضراب السخن اللي اسمه ظافر؟ قال انا اخده لهذا اللي اخوه اللي اسمه ما بعرف شو قعود بدي اخده واخطفه وبعت واحد تاني يروح يعطيه مصاري مشان رجعه لمدري وين. شو هالشلبينة هاي؟ لا حبيبي مو علينا. اصلا في حدا بيدفع بهذا قعود بتشو؟ والله ما بدفع فيه نص نقلة. كله على بعضه ما بشتريه بربع نقلة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم على الشب. لك استحي أنت ويا استحوا. الله بعد اسمه ابتلال البني آدم هاد لحتى يجرب أبوه فيه. الله لا يمتحننا بجاه نبي محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام. الله يشفيه ويعافيه. أخي ما حدا له دعوة عنده. ابنه شيء ابنه من صلبه هو عارفين يصطفن منه لربه يا أبو قاسم. مع أنه ما بتفوت براس حدا أنه حدا بيحط ابنه بالبايكة مع الله سامحه شو جبير. لازم نقاطعه على الحملة هي. لك وكل الله أبو قاسم وكل الله شو نقاطعه؟ إيه الله يعينه بعد ما فضح ما له عرفان شو بده يساوي. كمان يزيد عليه ونقاطعه. أنا مني وعلي لا بسلم عليه ولا بروح لعنده ولا بيجي لعندي. وعلى هالمضافة هي ما بفوت. هي صار عنده خبر. سلام عليكم. طول بالك أبو قاسم. أبو قاسم. لك أبو قاسم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لك أخي والله معه حق ينرفي. إيه بس كمان أنا أقطع والله تعبي مو معقولة. لك أخي يعني هلأ هو الزلمة يا بظافر هذا شو وشه من الناس طالع الجرسة مشان اللي خلقك. والله صعبي هيك لكان طلع قعود ابنه لأبو ظافر؟ إيه طلع ومخبيه أبوه بالبايكة. قال مستعد منه لأنه عقله على قده. لا حول ولا قوة إلا بالله. دخلك بدي أسألك إكبارية الحارة شو رح يساووا قليلي؟ والله ما بعرف لسه يا أمزكي بس يجي أبو عصام بسأله. تاري أم ظافر الله يرحمها كانت ورا تخباية هالقصة لأنه أبو ظافر مستحيل يعملها رجال مقدر ومعدل. لا حبيبة قلبي الرجال بيضر رجال وكلمته ما بتصير تنتين. والناقصة طلعت من أبو ظافر لكان يحبس ابنه بالبايكة. إيه والله عين. معك حق معك حق. امسكي قايمة دك ملايتي مشان روح أنا وياكي لعند سارة. إيه يلا قومي.
عاوزتك بموضوع ضروري كتير وبدي اياك تساعديني. تكرم عينك، لكن فوتي معي على المحاضرة هلا وشي ساعة ونطلع. لا الله يخليكي، أنا مالي خرج هلا أفوت معك على المحاضرة، رح استناكي بالبيت. ماشي، بخلص وفي ناس بدي أشوفهم بعدين بجي لعندك المساء. ماشي، لا تطولي. حاضر أمري. يلا باي. مع السلامة. صباح الخير. صباح الخير. بالأول رح أعرفكن عن حالي. أنا جولي حاج، خريجة معهد الحقوق وبشتغل محامية ورح درسكن مادة العقوبات. قبل ما نبلش أنا حابة أحكي لكم شوي عن تأسيس الجامعة، الجامعة السورية، لأنه لازم نعرف تاريخ المكان يلي نحن فيه، وطبعاً تاريخ أي جامعة ما بينفصل عن تاريخ البلد اللي فيه. لازم أذكر أنه من سنوات قريبة 1934 الحكومة الفرنسية اعترفت بشهادة معهد الحقوق بدمشق كشهادة موازية ومعادلة لشهادة الحقوق الفرنسية. الله يجعل فيهم آية الرزق يا رب. آمين آمين يا رب العالمين، تبارك لنا برزقنا وحلالنا يا الله. هدول بحساب 25 وواصلنا من قبل 25. ماشي، أمره أنا ولا تمرق أنت لعند بشير؟ لا 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 تأكل هم، أنا بمرق لعنده. ماشي، معناتها من بكره أنا كمان بجي باخذ كم كيس حطهم عندي بالدكان. إيه إيه، شو علي يا رب. يلا يلا، الله يرزقنا خاطرك. الله معك، خلص أنا بحاسب الشباب. قول يا رب. سلام على الرجال. علي عقيد على راسي. يلا زكي، يلا سمي أنت وعم بتحطه للكيس، سمي. بسم الله. مين قال لك رح أنساله ياها للنمس؟ إيه والله ما بكون ظافر ابن أبو ظافر إذا ما بشيل عيونه. معلم، أنت كيف كان يهون عليك تترك أخوك ينامه؟ ليش وين كان ينام أخي؟ ليك أوضته ما أحلاها؟ إيه والله أحلى من أوضة الكوموندان بذات نفسه، شو كان ناقصه؟ بتضل أوضة بايكة. أنا قصدي ليش ما كان ينام معكم بالبيت يعني؟ والله ما بعرف أمي الله يرحمها. أخي أنت شو بدك بهالقصة؟ مالك شايف عقلاته على قده؟ إيه ما بدك، شو دخلني؟ الله يرضى عليك لبان، من هلا ورايح بتدير بالك على البايكة، أنت صرت محل قاعود وبتاخذ أوضته وبتنام فيها. إيه؟ فكرة؟ تعليم، فكرة ممتازة. ليش ما بتنضمي لوحدة من الجمعيات النسائية؟ لا، أنا حلمي وطموحي إني أعمل جمعية لحالي. بعدين ما بحب إني أفرض أفكاري على أي جمعية تانية، بقى شو رأيك؟ كتير منيح، وهلا وقتها. هلا الجانب القانوني لترخيص الجمعية شو وضعه؟ هذا الموضوع لا تاكلي همه بنوب، أنا بساوي كل شيء. احكي لي عن أفكارك. همي الأول والأخير ساعد المرأة تجتاز حاجز الأمية اللي فرضوا عليها هذا المجتمع. يعني بدي إياها تعرف شو هي حقوقها، وشوي شوي بتتعلم كيف تطالب فيها. مثلا ممكن تشيل الملاية. تشيل الملاية؟ يعني أنت هذا هدفك من الجمعية؟ ليه؟ إذا هذا هدفك بنصحك تلغي الفكرة، لأنه مش شغلتك بالأساس تفرضي وجهة نظرك على الناس. أنا ما بدي أفرض وجهة نظري على الناس. أنا ضربت مثل الملاية لأنه هي اختراع عثماني ببساطة. أنا معك، بس هذا الحكي بده وقت. المطلوب منك هلأ كيف تعلمية توقف بوش الظلم، ومن خلال دينا كمان. التعليم أهم شيء هلأ. التعليم. لك يا رفاعي، وين ضارة يا رفاعي؟ يلا حبيبي. هات شاي يا ولد. ضابير شوي يا ولد. ليش شو اسمه بلا زغراب؟ له اسم وانت بتعرفه، عاطم. ليش هيك عم تحكي مع عمك ابو حازم لك ظافير؟ وانت مين لك يا شاك؟ صار لك يومين عم تتمزور، مين دعس على دنبا؟ لا عيب لك ظافير، الزلمه ما سوالك شيء، عم يطلع فيك هيك عادي يعني. ايوه، وانت مين طلب رايك بالله؟ لك شو بك لك ظافير؟ ليش جاي ترمي بلاك على العالم؟ شو بك؟ شو في؟ مع انه اللي مثلك لازم يحط راسه بالتراب، مو يجي يتبلى الناس. فشلت بنص عينك ولا؟ ولا خلصنا بقى، شو هالليلة هيك شيء؟ ايه مو شايفه ابو حازم، مو شايفه؟ لك عمي شايفه وشايفك انت كمان، لما فلت على قهوة عم تتزور كل العالم، وفايت مثل التور الهايف. انا تور؟ وهايف؟ لا حول ولا قوة الا بالله على القصة. المعنى ابو حازم؟ المعنى اردينا عرض كتافك. اتفضل لبرا القهوة. شو سمعت ظافر؟ إذا سلم يطلع لبرا. ظافر، 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 ظافر
يا عم شو عليكم؟ تعال عاصم. وين عمي؟ قول عندك ابو مظافر. امرك. خلان قول له انا ابو مظافر روح. راحت معيتك عم يا عصام. وانت جوا انت بيها يلا. يلا تحرك بلا جوا فكروا الله بقى. يلا يا ابي يلا. حركوا يلا. يلا جوا يلا يا ابي. يلا لشوف. حركوا يا شباب. سابك بعدين. عرفان انت ورا الصريخ ورا هالعين. ولا كلمة. يلا نقلي اروح لشغلك. روح مسافر الله يرضى عليك روح. لك يا ابو ظافر ليش كملت معه؟ شاب بعد مشوره والله مو مناسبه. بعدين لك ابو ظافر نحن اهليه بالحاره، اولادك اولادنا اولادنا اولادك. والله ما بجوز مع الله. ليك اذا كان في شيء وراء القصص هي نحن ما بنعرفه يا ريت تحكي لنا اياه. وهيك على بساطه احمد. كل شو ابو عصام؟ ابنك قاعود. شو قصته؟ شو قصته ابو ظفير؟ ليش هاي كله؟ ليش هيك صاير؟ والله ما بعرف يا ابو عصام. والله ما بعرف. لو عرفان ما كنت خليت قاعود طول العمر بالبايكه. انا كل حين ومين كنت اقول لحالي راح اخبر اهل الحاره. بس كانت ام ظافر الله يرحمها تمنعني. لما ارتحمت ورجعت من الحج قلت راح اجمعكم وخبركم. بس ظافر لعب بعقلي وقال لي استنى شوي. والله يا ابو ظافر ما كان لازم تسمع منه. شو بدي ساوي؟ شو بدي ساوي يا ابو عصام؟ صار اللي صار. الله يحمي معك، الله يحمي معك. طلعت محمد هيك صار بالحارة اليوم. هذا اللي صار، اليوم مرت عمي وام زكي خبروني. ليش امي اجت لهون؟ ايه اجت لهون. ايوه. العمى العمى. معقول ابو ظافر يعمل هيك؟ لا حول ولا قوة الا بالله، الا في امنا. والله يا ابن عمي ما بعرف هذا اللي صار. هاتي لنشوف. امي ليش اجت لهون؟ اجت هي وخالتي ام زكي مشان تكشف علي. ايه وشو صار؟ ابن عمي الله ما راد احبال. ايه معلش معلش، الله كريم. اما شو شروا يا ساره؟ الله يبارك لنا فيها. ايه وامتى رح تبلشوا توزعوا على الفران؟ من على بكره بنروح نشوف بشير، وبشير هو رح يشوف اصحابه. ان شاء الله فاتحة خير يا حق. ان شاء الله يا رب. والله يا سمع الرزق صاير قليل. قليل كثير. دكاني ما عم تجيب هم وما عم توفي معي ابنه. بيني وبينك عم فكر الخميس سكرها وسلمها ودورلي على شغلة تانية. الرزق على الله لك سعيد وانت رجال شهم طيب. بس يعني لا تواخذني ها. انت مبعد عن رب العالمين. انا مبعد عن رب العالمين؟ ايه. انا ما عم شوفك عم تصلي بالجامع. انت عم تصلي؟ جاوبني سعيد عم تصلي؟ بقطع يعني مو كل الصلوات. ما بيصير يا سعيد، ما بيصير. يعني نحن منروح على السيرانة ركض وعلى شغلنا ركض وعلى العزيمة ركض، الوقت بدنا نروح نصلي هيك بتمشى تمشاي. لك ليش يا سعيد ليش؟ معك حق يا سمع، معك حق. لازم دايما تحط رب العالمين بين عيونك وببيتك وبشغلك وبرزقتك. ونعم بالله. شو اعمل انا هلا سمعوا؟ قوم صلي ركعتين هلا وشوف كيف رب العالمين رح يرزقك ويفتح بوشك. قوم اخي سعيد قوم. بتهرب مني ولا نمس؟ تركني مشان الله، تركني مشان الله وعوي، حل عني. أنا أخوك الكبير ولا وجاي أقول لك بري عليك اللي عملته بأبو صافي.
ري علي اني فضحته للزلمة؟ ولك ايه خليهم يفضحوا اهل حارة الضبا. ولك نسيت شو عملوا فيني شو عم يعملوا فيك؟ هدول لا بيطيقوك ولا بيطيقوني، ما بيطيقوا حدا من عيلتنا. مشان الله واوي، مشانه لالله، مشانه لالله، انا بشو وانت بشو؟ شباك ما بني شي يا اخي، ما بني شي. بس انت عم تطلب مني شغله، اعطيني شوية وقت يعني، خليني بس اتاكد. بس مشان الله اخي، مشانه لالله. انا بكذب ولا؟ اعوذ بالله اخي، اعوذ بالله، انا ما قلت هيك. لا تحكي شي ابنه، بدي اياك تحرق لحرب الضبا، تحرق الارض اللي عم يمشوا عليها. احرقها؟ يعني يا اخي القصة يعني والله ما بعرف، ناس بتقلي انه بسم الله الرحمن الرحيم. واوي واوي بتقدر يا امي؟ بقدر، ليش لحتى ما اقدر؟ ما انا تعلمت كار الحمصاني منيح كثير، حرام كبه وروح تعلم كار جديد. ايه والله مزبوط تقبرني، بس يجي ابوك انا بحكي معه. ها؟ ليكو اجا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلين ابن عمي، الله يعطيك العافية. الله يرضى عليك يا سليم. ايه سليم حابب يحكي معك كلمتين. خير سليم، شو في؟ احكي. يابي انت مو بدك تسلم الدكان يوم الخميس؟ بلا يابي بدي سلمها. ايه انا ما بدي اياك تسلمها. اوف وليش بقى؟ انا اللي بدي اشتغل فيها. بدك تشتغل فيها لحالك يابي؟ ايه وجربني. لا لا ما رح تحسن، ما بتقدر لحالك. يابي جربني ولو شهر، انا تعلمت الكار كتير منيح. اخ يابي والله انا مفارة معي، بس انت لساتك صغير وهذا الكار تقيل. إلا ابن عمي سليم ما عاد صغير، زلمة ومشورة وحاسس حاله قد الحمل، خليه يجرب معلش. وانت اذا ما عاد بدك هالكار خليه يجرب شهر. ماشي يا بي، من بكره انزل وافتح الدكان لحالك. انا ما راح انزل شنو مالي خلق بنوم. ساوي لي عشاء راح غير اوعيي. ماشي ابن عمي على عيني وراسي. شلوني معك يا عمو؟ الله يخلي لي اياك وما يحرمني منك. يلا تصبح على خير، انا فايت نام. الله معك. اهلين يا ابو جودات، شو خير؟ وين هالغيبه؟ الله يخلينا اياك يا سيدي افندي. الحقيقه مشاغل ما بتخلص، والحارات دائما فيها مشاكل. ليكني ها هلا تركت مشكله بحاره الضبع وجيت لعند حضرتك. خير شو في؟ شو المشكله؟ هذا يا سيدي في عنا واحد دباريه حاره الضبع اسمه ابو زافير، طلع عنده ولد ومخبي عن الناس. شلون يعني عنده ولد ومخبي؟ يا سيدي الظاهر والله أعلم أنه هذا الولد عقلاته على قده، يعني على البركة، والظاهر أبوه بيعتار فيه يظهر قدام الناس. وين المشكلة يعني؟ يطلع عنده ولد مخبي سيدي؟ لك المشكلة بهذا الولد الداهية يلي اسمه النمس، فضحه قدام أهل الحارة. العمى؟ معقول فضحه هيك؟ إيه نعم، يا حرام يا حرام يا أستاذ زهدي شو صار بالرجال. ومين هذا النمس دخلك؟ هذا واحد مقطع موصل، والعياذ بالله بتقول كأنه زيبة ما قادر تمسكه من قرني. يعني هو من هون من الحارة؟ يعني منين هو بالأصل سؤالي؟ الله وكيلك يا أستاذ ما بعرف، مو معروف قرعة أبوه منين. كان عنده أخ اسمه الواوي قتل مات. شو بدي أقول لك عنه ما بعرف. لهذا النمس لعنة. أبو جودات بعد إذنك بدي اياه لهذا الولد. شو الاستاذ زهدي؟ بدك اياه للنمس؟ شو بدك منه؟ اخوك ابو جوده رئيس مخفر اربع حارات، شو بدك منهم؟ انا جاهز لعيونك. لا تاكل هم ابو جودات، انت رح تكون معلمه. ايه على راسي، انت بتامر استاذ زهدي. على عيني على عيني. خلاص اعتبره صار عندك. تكرم يا ابو. لا دخل هيك، لا دخل هيك، شو بعد مجبور غني من مخار سلقه. لا بجودات كيفك؟
شغلك شو الاخبار؟ صار الله فيكم مني. كيف هم جولات؟ كيف هم جولات صغير؟ ايه عبدال شو بدك تطلعوا رئيس بحرار؟ وانا شغلك مزيان؟ وانا شغلك مزيان؟ ولا شو هالدق الناقص اللي عامل مع بظافر؟ من امتى مبيته يا؟ لا والله لا لي مبيته ولا شيء، بس طول سنسان ورصافر خلتني احكي. يعني من زمان بتعرف هالشيء؟ ايه من زمان كثير، بس انا ما بحب احكي، زلمه طيب على نياتي، ما بحب احكي عن العالم، ماني فسوت. ولو عم تقول لي الي، انا بعرفك منيح، انت واحد ابن حلال، اصنص ابن حلال. ايه والله كل الناس بيقولوا عني اصنص، بعدين الله يبعد عنا اولادين الحرام الهي. قول لي هلا بزودات، ليش بعت وراي؟ شو بدك مني؟ اسمع. سمع. يا بتنفذ اللي بقلك عليه، يا اما وعزة الله. راح اسلخ جلدك على عظمك وربي للكلاب. ايه حاشتك ما شفتها فوق وشفتك. بده يرمي جلدي يسخني ويرمي للكلاب يجي الكلب. لا معناتها الشغله خطيره. موضوع مهم كثير. لا لا تقولها. قرب له. شوفي. قرب له قرب. لازم تروحي على بيت ابو عصام، شو عليه؟ والله ما بعرف، انا هذا الزلمه ما حبيته. حبيبتي انك تحبي شيء وبيته ومكانته شيء ثاني، وواحد مثل ابو عصام اكيد زوجته إلى مكانه وقدره وقيمه، وانا بشوف من الافضل تروحي على هي البيوت اللي إلى مكانه عند اهل الحاره. كلامك صح. والله بهالبيت. ايوه وان شاء الله بدي اشتغل عندك بالبيت. لا لكان شو بدي اشتغل؟ اشتغلي بالخياطه مثل ما عم اشتغل انا ومطيعه وشريفه وبوران. بعدين انا بدي حدا يعاوني بنزله السوق، تنزلي معي وبتعاونيني؟ يا شبكه برطمتي. من الاخر انا مو جاي على بالي اشتغل ساره خانم. ايه مو شغلي على كيفك. يلا قومي قومي اتحركي وبلا كسال. ومن اليوم كمان بدنا نبلش؟ ايه من اليوم. قومي عندي بضاعه بالبيت بدي انزلها على السوق، بدي اوصل لهم اياها واجيب بضاعه جديده وبعدين افهمك شو تشتغلي. تحركي يلا. عدم المؤاخذه يعني عدم المؤاخذه، ما تواخذيني. في شو في؟ مصاري. يو ليه بدك مصاري؟ بالله لا انا فاتحه تذكيه. امسكي هلكت لتشغلني مع مرضي تشتغل. يلا روحي روحي ما بطلعك الا رضيانه. اتحركي يعني في. ايه في. يلا استنيني. كمان تركي هذا الشيء. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلين أهلين سهلين يا ميت. أهلا وسهلا. كيفك؟ أهلين. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلين. تذكرتنا ما؟ معلوم حضرتك حرم ولا سيد زهدي والأنسة جولي. شو يعني أنتوا بتنسوا ما بتنسوا؟ كلك صح. بدنا نزور الست الوالدة، في مجال؟ يا ميت أهلا وسهلا، حلت علينا البركات، دكة وحدة بس. شوفوا تفضلوا أهلا وسهلا. السلام عليكم. أهلين. وين رايح؟ فوت فوت استناني جوا، فوت يلا الدكة راجع لك فوت. تفضلوا من هون، شوفوا أهلا وسهلا. يا ميت اهلا وسهلا. تفضلوا يا ميت اهلا وسهلا. تفضلوا الست خالتين
حرمت الاستاذ زهدي. اي اهلا وسهلا. الانسه محاميه جولي. مين؟ اهلا وسهلا، شرفتوا وتشرفنا. الانسه اختي دلال. تفضلي تفضلي. تفضلوا اهلا وسهلا. شكرا. اهلا وسهلا. تفضلي. خلقك ما احلاك. منو هاي اخي؟ جورية. سبحان الله شلون هيك مزهرة السنة. هلأ اللي انتبهت لها صار لها شهرين مزهرة. ايه هلأ انتبهت لها. طول من روحي يا بنت. أهلا وسهلا، شرفتونا. أهلين وسهلين. بيتكم كثير حلو. تسلمي لي عيونك الحلوة. ايه طبعا، هذا بيت أبو عصام ومصير. تفضلوا تفضلوا نقعد جوا. لا هون أشرح ما؟ يا ريت والله. ايه مثل ما بدكم، على راحتكم. تفضلوا شوي لحتى راجعة تكي بس. يلا. يا مو. نعم. اجانا ضيوف. مين هدول يا مو؟ هي الست خالدية وناحة المحامية اسمها جولي. جايين لعندك ضيوف يعني؟ لا يا مو، هلأ جابهم أخي عصام. خير إن شاء الله. تعي تعي لنشوف شو بدهم. هدول ثلاث ورقات من بشير سجلهم على الحساب. مشي. والرجال وعدنا انه بكره في اثنين فران اصحابه رح يجوا ياخذوا طحين. وليش ما يجوا ياخذوا من عندنا؟ بدنا نمشي شغلنا بايدنا. نفس الشيء لك ابو العز، نفس الشيء. الرجال مننا وفينا ما له غريب. عبدو الله يرضى عليك، بدي اياك انت تفتل على الفران فرن فرن شعلان صار. طيب طيب خلص انا بفتل على الفران، لا تاكل هم، بس مو اليوم، بكره. ها؟ ولك شو عندك اليوم؟ اخي اليوم حاطط ببالي روح احضر درس بالجامع. ايوه درس. شو؟ درس للشيخ سمعو. السلام عليكم. درس وللشيخ سمعه؟ ايوه. شو عليك؟ وعليكم السلام. جمعية شو؟ ما فهمت. جمعية خاصة بالنسوان وبس. اه ايوه طبعا، النسوان من يوم يومهم بيعملوا جمعيات وبيساعدوا بكل شيء. حتى بتصور انكم سمعتوا عن معركة ميسلون وقت استشهد يوسف العظمي. لك الله يرحمه. الله يرحمه. كان في نسوان كثير بوقتها ساعدوا ووقفوا معه، حتى عملوا مشافي، ساهموا كممرضات، ما قصروا ابدا. ايه وشو مفكرين تعملوا؟ بدنا نفهم المره شو حقوقها ونعلمها كيف تطالب فيها. هي الحقوق الشرع سنه، بس اوقات التقاليد عم تنساها. مزبوط. في عيال كثير بتجوز بناتها بالغصب وبتمنعها انه تتعلم. للاسف. ايه والله، بنات جيراننا هيك صار فيهم. بقى بدنا منك الله يخليكي تاخدينا على بيوت الحاره وتعرفينا على النسوانه وحده وحده مشان هي الشغله. بتساعدينا؟ ايه مو على عيني وراسي، ميت اهلا وسهلا فيكم. تسلمي. روي روي روي. ما خدت عم شوكات؟ المساعد عندك هون؟ ايه ايه ايه، بس عم نطري لك اليابسه شوي. عديده وعمي ابو حازم يفتح جناح خاص بالعيده. لك روح سما، افتح لك راسك روح. ليش هيك صار؟ ليش؟ عجبك هيك؟ عجبك؟ لك شو بكف شوكات لسه فايت طالع؟ لك انت ليش عم تدق علي؟ ليش؟ ليش طوشني؟ عشو مستعجل؟ عندك موعد مع الرئيس ولا عندك موعد بالبرلمان؟ عشو عم تنق؟ عشو؟ لك شو بكف شوكات؟ انفلت تعليم مثل الاباوي، انا شو دخلني؟ لا ما دخلك، دخلك، دخلك ونص راح وكل راسك لقلك. لك شو صار لك كف شوكات؟ لا دخليني. كان احسن ما غرتك موسى. كف شوكات؟ لك اخي بطلت عليه تاني. هلا بطلت؟ هلا؟ يا انا بفرجيك. تفضل ابو محمود. لك شو ابو محمود؟ لك ابو بدر. ابو محمود ميت من زمان، فاتحه لروحه. بسم الله الرحمن الرحيم. شرف شرف ابو عصام، ان شاء الله معقول الهنا. لك شو شرف يا ابو بدر، انا بالقلعه. لك لا، عم كذب عم كذب، عم حاكي حالي. وجنيت كمان؟ يا حبيبي كمان النقل بالزعرور. لك لا، عم جرب اعمل مطباشي لك فوزيه. عم تجرب لك عن كيف لما بدك تشتغل والله لا تفضحنا. هذا بدل ما تقولي لي الله يعطيك العافيه. الله يعطيك العافيه. لك على شو على شو؟ صار لك ثلاث ايام قاعد بخلقتي، طاقتني موتتني. الله يسامحك لك فوزيه، الله يسامحك. الله لا يسامحني.
لك شبك ليشك صغير عخلاقي؟ كثير صغير عصبيه، روحك بمناخيرك صايره. لك لازم روحي ما تكون بمناخيري، لازم اضحك وجنك لهون يا مهنيني يا نور عيوني. هلا الفور صار عيب، انت بتعرفي البين وغطالك فوزيه. ابو بدر كلمه ورد غطاها، بتترك كل شيء من ايدك وبتحمل ضرب طريقك وبتروح بتدور على شغل. صلى شهر اللحمه ما فاتت على البيت، والا بتطلع المجنونه، وبتعرف على المجنونه وقت بتطلع. عمرك فوزية عمرك. يلا عيونك إلهي، الله يصبرني عليك، الله يصبرني عليك. العافية جدي. أهلين جدي. أهلين. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. وين أبوك؟ والله لي ما عم تجي على الشغل يا جدي. شو عم تحكي جدي؟ ليش بقى؟ أنا ما تعجبه الكار، بدي أدور على كار تاني. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا بس إيه والله يا جدي، إيه والله. وأنت شو هتعمل بحالك بهالدكة؟ ما أنا عم أشتغل لحالي هون يا جدي. بتقدرك جدي؟ أكيد جدي أكيد، ما الكار صار كاري. الله يحميك. تأخرت عليك. ايوة تأخرت. شلون؟ لا يا قصدي انه انا قلت ما حلوة اقعد لا تجي انت لا تقول لي تفضل استاذ لمس، فانت تأخرت فانا بالتالي ما قعدت، فهيك فوجعوني رجلي علي اهلين. اهلين فيك. المهم سمعت عنك انك زلمة قضاي ومعدل وابن بلد، هيك حكى لي عنك ابو جودة. كذاب كذاب بنص عينه. شلون سيدي؟ شو قال عني ابو جودة؟ قال انك معدل وقبضاي وابن بلد وزقرت. هلا من جد اني زقرت؟ زقرت. من جد اني قبضاي؟ خيرات الله. ابن بلد؟ يا لا طول شو اني ابن بلد؟ بس يعني يا فندي في شيء ما عم بيزبط معي، هيك ما عم بيركب بالطاسي، انه يوم ابو جودة بيجيبني بمصاص ليالي، وانت هلا قاعد عم تحكي معي، وهلا انا ما فهمت. خلينا نحكي على بساط احمدي والمسرمحي، من اخره. شو القصة؟ بدي اياك تشتغل معي. ايوه شو بدك تشتغل معي؟ شو بدي اشتغل معه؟ بدي منك من حارتك، انت مو من حاره اسمها حاره ابو النار؟ انا بكل الحارات افندي. مالك سمعان بالمثل اللي بيقول الشغيل مسبع الكارات والنمس مسبع الحارات؟ على راسي، ما دام انك بكل الحارات بدي اياك تساعدني بحملتي الانتخابيه اللي رح تبلش بعد جمعتين. وشلون يعني ساعدك؟ شو؟ يعني بتعليق اللافتات، تحكي للناس عني بالمنيح، العيلة اللي بدها مساعدة بتقلنا عليها لنساعدها، وهذا الموضوع مو ببلاش. لعيونك، لعيونك يا أفندي، هالرقبة شدادة، الله وكيلك أنا أصلاً قاعد بلا شغل، ومن كتر القعدة بلا شغل بقضيها قاعد بالبيت عم أصفن بالأرض، حتى من كتر القعدة والصفن بالأرض تعرفت لك على نملة أرملة مطلقة عندها ولدين. على كل، بكرة بتجي لعندي وبتجمع لي كل أسماء العائلات المحتاجة والفقيرة. اتكل على الله. على طربوشي من فوق. بس بيقع انه لهلا ما اكلنا شيء. شلون؟ قصدي ما صلبنا شيء. لا لا ما في شيء. خليني امشي احسن شيء. السلام عليكم. اختي انا ما بدي اكل، بدي روح على البايكه. اخي انت منا وفينا، ونحن هون اهلك، ليش بدك ترجع على البايكه؟ هيك ما بدي، بدي بايكة. نعمة تركينا لحالنا. أمرك يا بي. هوت حبيبي هوت هوت. لا أنت ليش بدك تروح على البايكة؟ بحبها بحبها للبايكة. بدي خاروفي. وين وينو خاروفي؟ طيب يا حبيبي، وإذا قلت لك بدي جوزك إمتى؟ ما قلت لك بس يخلص الأربعين؟ وإمتى بده يخلص؟ يعني جمعتين زمان وبيخلص. طيب معقولة جوزك وانت تقعد هنيك بالبايكة؟ معقول؟ لا. خلص حبيبي خلص، تتجوز وبتقعد هون، هذا بيتك وهي غرفتك فوق، مو هي؟ ايه بس بكرة بدنا نروح على البايكة، بحبها بحبها للبايكة. ايه حبيبي ايه بتروح على البايكة، بس كول هلا. ايه كول. ايه
وانا راح اكل معك. كو هات لي شوف تنكي. ايه ذكرني، اعطيني كم اسم فقره من الشباب اللي بنعرفهم. فقره انا؟ ايه والله انت. ها راح اسجل اسمك اول اسم. مين كمان؟ انت. ايه والله لا ما كيف نسيت حالي. بس تنكي ما بصير اسجل اسمي. مزبوط. سمعت سمعت سجل اسمك باسم تاني. يا لطيف ولك شو الافكار هاي؟ بعزمك انا رح سمي حالي جمال. ايه سجل ابو الحكم. ابو الحكم فقير. سمعت تنكي شبا شو صار لمخك هلا انشمد احنا انفشوا شو فاشحشوا. ابو الحكم مو ظابط هات غيره. قال ابو الحكم بعدين ابو الحكم عم يشتغل ويجيب مصاري خيرات الله. مزبوط بس من تعبه. من تعبه. اسمع لو كانت المصاري بتجي بالتعب كان الحمار نام على سرير ذهب. الله عليم اللي عم يجيب مصرياته وعم يخبيهم. هات غيره. ابو الحكم ما بحبه هيك اخي حيواني. هات غيره. خلص نمس بلا ابو الحكم. سجل اب بدر. ايه اب بدر من جماعتنا منا وفينا. لبن كرمالك بس ها من تعلينا لبن. ايه شو بدي اقول لك سجل اب جودات. فسرت عينه. انا سجل اب جودات ولك هذا مثل الامله عم يمص دمنا مص يخرب بيت سنتو. احفظها شو ابو جودات مثل الامله. ابو جودات امله. امله ما بيجي الا بالمعس. بالمعس. قوم افتح الباب. ماني قدران افتح. روح يا دوب فتح عيوني فايت نام. تسمع على خير. يا ناطر شو من حلال هلا هتدكك النبشير تقسيدي. كنت بشيرتي يا واطي. انا عمري بلا تقل سيدي. انت بتعرف شو وجه الشبه بينك وبين الأملة؟ لك لسه بيعلي عملة العمى ضربة. سيدي انتو اتنيناتكم على راسي من فوق. على راسك حجر طاحون. يخلينا يا ولا عيوني. انا ما نبهتك اخر مره ما بصير تغيب عني. كل يوم بدك تنزرع عندي من مخفر زراعه. هلا كنت شايل عندك لاقول لك شو صار بيني وبين رفيقي زهدي. ايوه مين في عندك؟ رفيقك تنكي. تنكي تضرب منك الو. اسمع انا رايح على المخفر. الله معك. تلحاني على الدعسه. اوعك تتاخر. ها لا لا خلص مش كان تاخرت بتعرس وتصير فيه. تكرم عينك. خلص لعيونك هالرقبه شدادي. يلا بجوده. السلام عليكم. الله معك. الله يخلي لنا اياك. والله وجعيني نوم. شلون بدي نوم انا لسه ما خلصت الشغلات اللي بين ايدي. فوزية شلون بيكتب ابو عصام؟ ما بعرف. لك لازم اعرف اكتبها مشان ما خربت بين الدكاكين. وبدل خليني اعرف نوم. طفي الضوء. ما راح اطفي الضوء. بدي اعرف شلون بيكتب بالاول. طفي الضوء. ما راح اطفي الضوء. اعمل لي طفي لنا الضو. ما رح طفي الضو. ما بكفي الكلمتين اللي قلتي لي اياهم الضو بيهزوا البدن مشان الشغل. ولك هذا اللي عم تساوي بتقول له شغل يعني؟ عم تكتب اسماء اصحاب المحلات وبنا مالهم عرفانين ومو قايلين لك ايه؟ هاي والله مظبوط. لازم ناخذ موافقتهم بالاول. طفي الضو طفي الضو يلا. فوزية مو منتبع انه انت صايره كثير عم تنقي؟ نعم؟ انت صايره كثير عم تنقي. طفي الضو. على عيني ابن عمي على عيني. معلم شو غير هيك؟ لا بس قال لي خليك مع ابو جودات هو بيقول لك شو بدي منك. معلمك يعني؟ بتعلم العصي عذابك يا زهدي يا زهدي. ايش كان قلت لي هالحكي؟ لا مو معلمي بس بعمل كل شيء بتقلي عليه. وما بعت لي شيء معك قصدي مصاري؟ هذا الاندبوري ضيافه ما ضيفني. الله وكيلك مبين عليك حدود. بعدين بيني وبينك تعال افكر اترك الشغل معه. شو هالناس هاي الله وكيلك معي. بعدين شغل ثاني روحي وين ما عندي كان هي. فهمت علي؟ فخلص شيء يلا بدك شيء. سلامتك. السلام عليكم. شو بعدي ما في عزة الله. لا اله الا الله. لا اسلخ جلد لك انا عطاك فهمان. خلص لي حفظت على هالاسوان يغير لي هالدرج.
السلام عليكم. خير عمي ابو ظافي؟ سيف اكون بهالوقت شو في؟ ما بعرف شو بدي اقول لك على اللي عملته. اشكرك لانك قدرت تحكي شيء انا ما قدرت احكيه، ضليت مخبيه بنفسي سنين. ولا بهتلك لانك فضحتني بالحاره وخليت اللي بيسوى واللي ما بيسوى يتفرج علي وانا واقف مدبوح بيناتهم وما فيني افتح تمي بحرف. ياللي بده يتحدى ما بعرف شو بدي اقول لك على اللي عملته. اشكرك لانك قدرت تحكي شيء انا ما قدرت احكيه، ضليت مخبيه بنفسي سنين. ولا بهتلك لانك فضحتني بالحاره وخليت اللي بيسوى واللي ما بيسوى يتفرج علي وانا واقف مدبوح بيناتهم وما فيني افتح تمي بحرف. وانا ابو ظافر، ابو ظافر. انا بعرفك لك نمس، بعرفك منيح. عرق الندالي فيك ما له حله، وابصر شو كان عم يدور براسك. هدي هدي وروق عمي ابو ظافر. ابنك ظافر هو اللي خلاني عصب واطلع انطوري، ومو انا، مو النمس اللي بينقال عنه الندل. هذا النمس اللي عم تقول عنه ندل هو اللي قاوى ابنك قاعود وصار يعصي ويطعمي ويسلي بالوقت اللي كنت انت زادته. فمو انا الندل. بس مالي، انت كبير ما فينا نرد عليك، وشو بدك نحن جاهزين وبامرك. نمس مو على ابو ظافر هذا التشخيص. نقشت براسك حكاية قاعود وقعدت له بالبايكة وسمعتني عم بحكي معه، وبذكرك جيت على البايكة وقلت لي قاعود ابنك وأنا هربت منك. تخيل، تخيل أبو ظافر يهرب من النمس. عمي أبو ظافر من آخره، هذا الكلام ما منه فايدة. معك حق، هذا الكلام ما منه فايدة. ليك نمس، رح أقول لك كلمة واحدة ما في غيرها، لا تأرجيني وشك منه، من شأنك مو من شأن. يكبر شأنك. ماشي ماشي يا أبو ظافي، وبالناقص من شوفتك وعشرتك. ولك صدق اللي قال، عاشر السبع ولو أكلك بضراسه، ولا تعاشر الندل ولو شالك على راسه. ماشي. السلام عليكم. أهلين ابن عمي، وين كنت لهلا؟ ببيت أهلي، حطيلي لأمي كثير جوعان. بين ما حط لك لأمي فوت شوف خيرية، إلك كذا يوم ما فت لعندها. إي والله معك حق. يلا يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. شو بك لخيرية؟ ما عم شوفك غير قاعدة لحالك. وانت شو فارق معك؟ إذا كنت قاعدة لحالي ولا مع سارة ولا مع النسوان. شو هالحكي هاد يا بنت الحلال؟ شو هالحكي هاد؟ انت ليش جاي لهون؟ شو؟ مهدس، أنا بكره رايحة بيت أهلي. وكلي الله بحقك. ليك، القصة مو قصة عدل بين نسوانك أو لا، ولا إنه يوم عندي ويوم عندها، لا والله، بس قصة أكبر من هيك بكتير. ما تزروح لعند سارة، قلبك هنيك، خلص ما بتحس روح. الله بتروح وبترجع بالسلامة. ان شاء الله. الله والله من زمان انا جاي على البالي اطلع هيك على الاذن، الله سبحانه وتعالى ما كتب لي. ونعم بالله،
قال عليه الصلاة والسلام: اللهم صل. لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد. نعم. المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فروح معي يا أبو حازم. إن شاء الله إن شاء الله الله يكتب لنا. الله يكتب لنا ونصلي هنيك وبالأقصى إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. راح تطول هنيك شيخنا؟ لا، شغلة شهر زمان إن شاء الله تعالى. أم الولاد بدها تصل رحمها وتشوف أخوها، وأنا بدي أزور ابن عمي، صار لي أكثر من 10 سنين ما شفته، والله يكتب لنا الأجر والثواب. حبيبك حبيبك إن شاء الله. إي والله. وإمتى العزم شيخنا؟ إن شاء الله بكرة الفجر. إن شاء الله. شو مشان جامع الحارة؟ إيه مشان الجامع، أنا حكيت مع الأوقاف تبعت شيخ ينوب محلي لبينا ما رجع إن شاء الله تعالى. إن شاء الله إن شاء الله على خير. محل سليم. هاي سليم. مرزو. مرزو. عاصي. أب فؤاد الكندرجي. وأب مستو، مو أب مستو، هذا أبو أنس البيضاوي. وأنا. إي والله أنت بتكفي وتكفي، عندك 3 نسوان مثل عندك 3 مرتاصات، صارت معي. هلا أنا نسواني بدهم يطبخوا 3 طبخات، ترية طبخة واحدة، واحد أنا. إي واحدة. قد إيه صاروا معك؟ صاروا 6. مناح بدر، مناح 6. حط علاتك براسك، الشغله بدها تركيز. ها لا تتكلم، انا قد ودود، بس خلينا نسجلهم على شوفك. ما بدها تسجيل يا عبد، بدل عندي طلبيه، روح بقى احفظهم على الطريق، خلصني. الله يعيننا. سامحني يا ابي، سامحني على كل شيء. انا مسامحك يا ابي. ليش فيني ما سامحك؟ بس ما فيني سامح نفسي. إذا أنا سامحت نفسي الناس راح تسامحني. يا ريتني ما سمعت كلام أمك الله يرحمها وكلامك، يا ريتني. سامحني بوعدك إني أعمل كل شيء لترضى عني. روح لشغلك. روح. ماني رايح. ماني رايح للروح المضافي ونحكي قدام كل الكبارية ونجوزه لقاعود. خلص. روح هلا لشغلك واترك اهل الحاره علي. روح بامرك. يا اهلين وسهلين، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلين استاذ. والله يا سيد ابو عصام، بعتني عندك الاستاذ زيد. والنعم. حابب يعزمك على فنجان قهوه اذا تفضلت علينا. خير ان شاء الله. شو بده يعني؟ ما فهمت. والله ما بعرف، بس يعني شو فيني له؟ والله ما بعرف، يعني تعاملت فيها مرسالة، يعني عم نلمحك بالحارة، شو بده هو؟ يا سيد أبو عصام، أستاذ زهدي حابك كثير وحابب أهل الحارة. إيه. وأكيد رح تستفيدوا من هذا الشيء، بقى شو قيمة؟ لك عمي، خليه على التيسير أحسن شيء، هيك بده، خليه على التيسير، تيسير الله. أمرك. أهلين. يلا، عن إذنك. أهلين. السلام عليكم. أهلين. يلا. وعليكم السلام ورحمة الله. بنروح معه يا زهدي، وروح شوفه. لا يلا رضا، روح أنت سعيد، روح. سعيد؟ ايه. وشو قول له؟ قول له يجي روح زياره. روح. ايه مو ليطلع من الجامع، لازم بسمعه، لازم. امشي لا وطب زكي. السلام عليكم قاسم. وعليكم السلام. لك وينه هذا؟ وينه؟ لك يا محروس؟ حاضر بعدين. روح شوف لي عبده بالجامع. روح. حاضر. لك تعا الصينية ورع فيها. يا شارح الصدور يا ستار يا الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. عبدو عبدو، شو في؟ وطي صوتك بالجامع قاعدين. ما بعرف، بس معلمي ابو قاسم عاوزه. خير؟ شو في؟ صاير شي بالحمام؟ لا بس كان معصب بده اياه. حسبي الله ونعم الوكيل. يلا يا رب. السلام عليكم يا شيخ عبدو. لا تنسى الدرس بعد صلاة العشاء. خلص من تلبد على صلاة العشاء تلاقيني عندك. الله معك. السلام عليكم. وعليكم السلام. نرجع. السلام عليكم معلمي. لا تواخذني. وينك بنت عبدو؟ صار لك غاطي أكثر من ساعتين. وين بدي أكون يا معلمي؟ رحت على صلاة الظهر، خلصت صلاة الظهر، حضرنا الدرس ولك شيء. وشغلك يا أفندي؟ شو بشغلي معلمي؟ يعني لا سمح الله لا اكون عم بتهرب من شغلي انا. ايه العمر بيخلص والشغل ما بيخلص. ليك مشيت؟ كل اللي كنت عم بعمله عم بحضر درس. عم تحضر درس؟ ولك انا ما قلت لك بتصلي الظهر وبتجي؟ بعدين في درس بعد صلاه المغرب بالامر، روح احضره. حبكت هلا تحضر الدرس بعد صلاه الظهر والشغل لفوق راسنا؟ شو قصدك معلمي؟ قصدك اني انا عم بتملص من شغلي؟
لك مو قصدي انك عم تتملص بالشغل، القصد انه تعرف تزبط وقتك وتعرف انه مطلوب منك شغل عم تاخذ اجرته. يا لا فهمت عليك معلمي، فهمت عليك. مو مشكلة، شوف قديش بيطلع علي بهالساعتين اللي غبتهم وخصمهم من يوميتي. لك عبده! روح على البيت اليوم، روح، يلا. رايح معلمي رايح، شو علي؟ من طول عمره الرزق على رب العباد، بعمره ما كان على العباد، ما في كلام. نعم، صبا جن. شو يعني صفيان بلا شغل لك ثاني؟ والله يا عمي هالشغلة مجابهة مبنوة. ليش يا عمي؟ ما شاء الله حولك، والله سمعتك مثل الفل. عمي السمعة ما بتنحط على الصفرة، الصفرة بحقها مو بسمعتها. إيه ما لنا شيء يا عمي، كلام مندوز والله، بس يعني شو بها مصلحتها؟ لا لا بقت لي ولا لا بق لها. عمي الله وكيلك، من قبل ما يطلع الضوء في ان الفرشه غصبا عني، وبوشي على الاميم لحتى اطلع قدره الفول من الجمر، وبوشي على هالدكان، وبضل واقف على رجلي لاخر نهار، لاخر نهار، ويلا ينباعوا الفولات، واللي بزيد بدي كبه عمي، بدي كبه غصبا عني، لان الرسول عليه الصلاه والسلام شو وصانا؟ وصانا انه ما نغش، وانا ما خرج اخلط فولات امبارح مع فولات اليوم، ما بساوي يا عمي، ما بساويها. لا طيب شو عم تحكي انت؟ الله يرضى عليك. هي ما دخل بها هي. هي نعمة، هي رزق عند الله، وانت تعبان فيها ودافع حقها. لك وين الغش؟ عمي انا بدي البركة. لك الله يبارك لك، لك عمي الله يبارك لك. ايه لك انت لما بتشوف هيك كسرة خبز مسلوطة هيك على جنب شي حيط، شو بتساوي؟ بيما وبوسها وبحطها على راسي، لأنه هي نعمة ومرات باكلها. إن شاء الله ألف صحة والله فيها بركة لك عمي، ونعمة الله مثل ما قلت. هاي سعرها بسعر الفولات اللي عم يزيدوا، الله يرضى عليك. لا لا كسرة الخبز ما بتنباع مثل الفول، والفول ما بينزت بالأراضي مثل كسرة الخبز. لك ليكك عم تزته ولا حالي سمعه. عمي أنت بزمانك عندني وفضلك على راسي ولهلا، بس هاي الشغلة خلاص خلصت عمي، خلصت. لا ابني سليم حملة ولا أنا أدران عليها، وبشان كرت دكان لا تأكل هم عمي، لا تأكل هم بنوب مستورة. وبيتها أنت مصاهر رجال عمي، وأنا كل عمري كفو، ولا أنت شايف غير هيك؟ لا لك عمي عسلامتك، ولا أبو عسلامتك، ولا عسلامتك عمي. إيه مشان بنت حماي دلال أنا بشوف إنه ترجعوها يعني أحسن وأستر لكم، ولا الشيخ سمع الله وكيلك ما في منه، سمع من هدأ إنه رجعوها. لا سعيد أنت ما تحضر عنده بالدروس. إيه ومو لحالي، كل أهل الحارة عم بيحضروا عنده وعم بيستفيدوا على يده. أيوه الله ينفعنا ببركاتك وبركاته لك عمي. آمين آمين يا رب العالمين. عن إذنك عمي. إيدك عمي. الله معك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. والله ما عم صدق اللي عم بسمعه يا أبي، ما عم صدق. إيه عيش كثير بتشوف كثير أبي. شلون الواحد بيدير وشه على رزقه وبده الله يرزقه؟ ما بتعرفي. بلكي الشيخ سمعه عم يدعي له. الشيخ سمعه؟ الله ما بده واسطة يا بي، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. لك شبك حيص الله يا سار شبك؟ ما تيجي تشتغل؟ شو في؟ بدنا نتجوز. ابو تجوز مين ماسكك؟ منين يا حسرة؟ أبو الحكم أنت يا أخي لا تأكل أهم شيء بنوب، جوازتك علي من البابوش للطربوش، بس أنت شوف بنت الحلال وأنا جاه تخدم شواربك. ما بدي جاهتك بنوب. شو لا؟
لك عم تستعربي جاتي ولا؟ هذيك المرة البنت اللي كنت بدي إياها رحت خطبتها وتجوزتها. لك خسيرة ما بمشي معها صالح بلوبة. خلص. لا نعمل خلق يروح حتى يجيب بدلي الله يسمدها. رايح. الله يلعنك ويلعن صباحك ويلعن مساك. بدل ما يطعك بيعبوا. خلصت منها ما جابت اخرتي. الله يلعنك ويلعنها لان وقف لا تحلوا لا تزول. لا حول ولا قوه. بدي اروح معي جاها. شو؟ بطلع معك جاها. لك شبك 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 لو لو اسمع الصيف شو مضايقك؟ بحكي يا ابو الحكم شبك معك؟ قلي علي مضايقك انت ما بتعرفني لما بعصب احكي له تنكي. شو بدي احكي له؟ احكي له يا لطيف يا ابو الحكم هذاك اليوم فات فوتو على قتل 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 النمس حشكو لبس دعوس تحت الرجلين يدعس عليك التوري لا يا ماشي حسابك بعدين قلي يا ابو الحكم مين مضايقك؟ ابو النار. اي لا ما عرفت اسعوني هيك اسعوني لعندك روح تعال اقول لك تعال اقول لك احكي لي شو بقى ابو النار؟ عم يغار مني شرايط اليوم بعد هيك بعد هيك قرب على الشرايط سليم يا عمي يافا خذ ال 17 تبعك اتقل واحد سلمهم عمي مرزوق اهلين بدر اشتغل لك شبك عم تدور اخي تعال كثير تعال شو حاطين فيهم اي الله يجير الزيات يا رب عم شوكك عم شوكك هلا بدر نوات عوافي تفضل خذ صدقه ليش دخلت علي والله خوخت من الجوع انا تاخر علي لانه عاملني 17 سبعة ايه وي ايه ليكو 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 هون لا تخرب الطين تكي تكي يلا تكي لك ليش هيك معلقه مو انا مو انا يلا يلا عامل شيء الله يكون معه الله سلام مع السلامه ناويين هدول ال 17 اللي بقيهم رح ارجع فرش من اول الحاره. اريد الكفي بالاول؟ ايه لا انا بالاول. لا انا. ايه 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 طولوا بالكم الله يعينوا عصام على الجوازه، الواحد بيتجوز وحده مو ثلاثه ولي علاقتكم ان شاء الله. روحوا صلوا على النبي. عليه الصلاه والسلام. ان شاء الله حبيباتي مفكرين قرايه الكف هيك شنشن على روح امواتكم. لكن بدكم تبيضوا الفال. ايه ربع ورق بدها تدفع كل وحده فيكم ايه لا كثير فرنجين بكفي بالله والله شو رايك تخلي فطنه هي اللي تحكي احكي ما قالت لكم اختي فوزيه ها قلت لهم ينقال قوالهم يلاي هن الثلاثه ما صدقوني طيب انا موافقه قولي لي كفي يلا تعالي انت يا هدى مدلله عند جوزك كتير كتير وانت حرمه مزيونه سلميلي شوفي جايتك رزقة رزقة؟ رزقة كبيرة حيل حيل وين بينت معك؟ شوفي إذا إجت أنا إلي الحلوان ها يا ستي هي تجي وإلك أحلى حلوان إيه كل هاد كفى لهدى قري لي كفي أنا إيه طولي بالك لسه ما خلصت كملي لي قولي على الآن الشغلة يا بدر شو هالشغلة البطاجي هي؟ والله انهد حيلي طول النهار عم ببرم على رجلي ولا هدك علي ولا هدك علي وهذا السفرطاس الي وهذا السفرطاس مو لي وهذا عجبني الاكل وهذا ما عجبني الاكل اي شو انا عم بطبخ فوت ريح لي حالك مروان باويري فوت ريح لي حالك والله تعبت اليوم انت حرمه معتره والهم والغم على البواب لا حول ولا قوه الا بالله بشوفي حيجيكي ولد يحمل اسم ابوه الله يبشرك بالخير بس بدكم تديروا بالكم من العين تراها ايه والله العين بتاخد حقها من الحجر خلصي تعالي قومي اقعدي مدي ايدك والله يا حبيبتي انا مالي مجبوره فيكم روحي انت اعملي غرفه اخوكي خلصنا بهي مو شايفتيني بدي اغسل بسيطة، خلصي الغسيلات واعملي غرفة أخوكي، أنا دوبني أعمل غرفتي وغرفة القعدة. يلا يلا. أهلين يا أبي. يعطيكم العافية. الله يعافيك. يلا تقبريني نعمل شغلي بالغسيلات لبين ما أكون أنا ساويت غرفة القعدة وشطفت أرض الديار وبشوف الطبخة، تقبريني. يا
امي جود تعال هون. تعال حبيبي تعال. لوين رايحة؟ رايحة بيت أهلي. شو هالحكي هاد؟ خير شو في؟ ما تسمع بدي يعني وأنا لازم روح بيت أهلي. أنت مو من معتز، أنت بدك تروحي مني. ورب العزة مو منك يا سارة. أنت بتعرفي غلاوتك بقلبي. وأنت بنت طيبة كتير. بس أنا ما بقدر أعيش مع رجال ما بيحبني. والقصة مو قصة نومي عندك ولا عندي، لا والله. بس معتز ما عاد يحبني. وأنا لازم أمشي على بيت أهلي. اسمعي مني. خليكي اليوم هون وبس يجي معتز نحكي معه أنا وأنت. لازم امشي هلا على بيت أهلي. يعني شلون انت وجود برات البيت؟ توعديني بس تهدي ترجعي على بيتك. ما في شيء يا بي، ما في شيء. بس أنا متضايق من اللي صار. خلص يا بي، أمر الله وصار. بعدين الناس رح تنسى. وهلأ مولد الأربعين رح يجوا كل أهل الحارة. ولا ما بدك تعمل مولد الأربعين يا بي؟ أعوذ بالله يا بدي. كيف؟ بدنا نعمل المولد ونوزع صدقات على روح أمك الله يرحمها. الله يرحمها. وين قاعد يا بي؟ قاعد جاي مع أخوكي ظافر بس تعتم العين. بس أنا تعبان شوي، رح نام مرتاح. طيب نام مرتاح، بيكون الغدا صار جاهز. الله يرضى عليك يا بنتي. أبو بدر يلا بقى، صلي ساعة عم فيقك. خوزية أنت جيتي؟ لا لسه ما أجيت. أنتي أمتى طلعتي من البيت؟ مو من زمان، الصبح طلعت ورجعت. وامتى رجعتي؟ يي علينا، ما صار لي زمان، قبل شوي رجعت، كنت ببيت عصام. وين هدول التفاحات؟ فطنة اشترت تفاح، عم عطتني هدول. ايوه فطنة اشترت تفاح وعطتني هدول. كتر خيرها والله. اي والله كتر خيرها، شو ظريفة هالمخلوقة. يو شبك هيك عم تطلع فيني كأنه صار لك دهر ما شفتني؟ شبنا فاسية، من امتى المرأة تطلع من البيت من دون ما تاخذ اذن جوزها؟ ما بيصير تطلع من البيت بدون اذنه. من يوم رايح ما بتطلع من البيت قبل ما تاخذي اذني، مفهوم؟ شو؟ ما بتطلعي من البيت لحتى تاخذي اذني، مفهوم؟ يا العيون، وين رحت؟ تعا كملها بكفين، تنبسطت اكثر، غطقني. هي هيك قالت؟ يعني فطنة قالت انه هدى رح تجيها رزقة كبيرة؟ ايه والله ابن عمي، قالت لي جايتك رزقة كبيرة كتير كتير، حتى اسألوا، وقالت لي انه انت اللي مدللة عن زوجك. ايوه خير ان شاء الله. وانت لطفية خانو، شو طلع بكفي؟ قالت لي اني رح اتعتر بحياتي. شو ها؟ رح تتعتري؟ يا حبيبي انا ناقصني، ايه انا قلبي من العجور منجور، ناقصني تعتير. وانت شو دخلك بتعتيري ابن عمي؟ شلون شو دخلني؟ مو انا زوزك وانت مرتي ورح تتعتري وكلنا نتعتر ويلا على تعتير. ايه بس قالت لي رح تفرج بعدين. وشلون بدها تفرج دخلك؟ قالت لي اني رح جيب لك الصبي اللي يحمل اسمك. هي هيك قالت؟ بلى. يا رب يا رب دخيل اسمك يا رب الولد يا رب شوكة. وانت فايزي؟ شو طلع بكفك؟ ليش هيك عم تضحكي انت وياها؟ شو فايزة؟ شو طلع بكفك؟ ما
ما طلع شي بنوب بنوب. شو ها؟ ما طلع شي؟ المخلوقة قالت إنه ما في شي. ما في شي هيك مهناح مهناح بطيخة صيفي يعني هيك؟ أبداً ما في شي. آخ خير إن شاء الله. اسمعي أنت وياها وياها، أنا هاي الخزعبلات ما بآمن فيها، وهي فاطمة ولا بقى تفوت لعنا على البيت، أبصر شو بتكون سيرتها، عم تسمعوا؟ عم نتسلى ابن عمي، نحن منعرف إنه علم الغيب عند رب العالمين. ونعمة بالله. يلا قوموا، قوموا حطوا لنا عشاء مرمرتنا، قوموا يلا. اليوم دور هدى. لا دورك أنت فايزة اليوم. هلا لا تبلشوا لي الكوانة تبعكم، حفظنا، قوموا أنتوا الثلاثة اعملوا عشاء، يلا قوام تحركوا، يلا، يلا خذي. يا بي؟ نعم يا عمي. شو صار اليوم بغيابي؟ ما صار شي. صار شي؟ لا ما صار شي، بس اجت هي نفسها اللي بتقرا بالايدين. ايوه وحكت نفس الحكي يلي قالته امك وخالاتي؟ ايوه يا بي، امي وخالاتي ما زالوا عليك بكلمة. ايوه ايه منيح، بس يا بي هيك ما بيمشي الحال، شنكولي ادنيكم اكثر، شنكولي ياهم. امك يا بي. ايه روحوا يا بي، روحوا العبوا لبين ما يصير العشاء، روحوا. ما في شي من واجبك ابو شوكات. ما اجيت وزرتني، قلت انا بجي وبطلع عليك، بعرف مشاغلك الله يقويك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. شو هاي؟ هذا هو المشروع اللي حكيت لك عنه. ايوه يعني هاي شو رسمه للحاره اللي حارتنا يعني؟ اي، واذا تنفذ هذا المشروع راح تطلع حارتكم اجمل حاره بالبلد كله. ما حبيتها، مو حلو. يا ابو عصام، هذا هو الحي العصري اللي حكيت لك عليه، الشوارع والطرقات والمشافي والحدائق والخدمات. لك يا اساس هذا الحكي هذا بيتعمل بقرنة تاني، مو بالشام، مو بحارات الشام. لك الحارة عمرها هديك الحسبة، بتعرف حارتنا اي كم سنة عمرها؟ لك الله اعلم كم سنة عمرها، وين رايح انت؟ هذا الحكي خدوا اعملوا بقرنة هيك، ما في حدا، ارض داشرة بيزبط. لك والله على راسي، ما نحن ما رح نقرب على الحارة، نحن رح ننظمها بس. يا استاذ هادي معلش، نحن كمان بنعرف اذا بدك، صحيح مدرسين بس والله بنفهم. وين البيوت القديمة هو؟ البيوت اللي فيها ريحة ستي وستك وينها؟ وينها؟ ما أنا موجودة. تنظيم؟ ما له تنظيم هذا. خفف عليك ولا هذا المشروع من الاخر اخي، ما بيمشي خشبه. ايه لا تزعل، ما بيمشي خشبه. وانا راحت بقمع راسي على البلديه وسالت، ما في من اصله بكل البلديه لا مخطط لينظموا الحارات ولا غيره ولا سواته. انا بعرف شو في براس البلديه وبعرف منيح، بقى انت شو في براسك، هات لشوف سمعني. ولو يا ابو عصام، خدمة الناس وتنظيم البلد، نحن طلعنا وتغربنا بفرنسا مشان نرجع لهون ونخدم البلد ونطورها. عال يا محلاك والله، هذا الحكي خده مثل ما هو، اطبخه وزته بشي جريدة، اكتبه هنيك، هو ما بيزبط معنا عمي. ابو عصام هيك انت رح تزعلني منك، بالاخير انا مهندس واختصاصي وانا صاحب مصداقية، انت بهي الطريقة عم تشكك بكلامي. ارحمني من الاخير والنعم منك والله. والله والنعم منك ومن حسبك ونسبك واصلك، واهلا وسهلا فيك وشرفت، واذا حكيت كلمه انا زي حيك ولا هيك بعتذر منك واسف. بس شوف رح انصحك نصيحه، بدك تفكر بمشاريع تنظم هون، نظم بشيء يشبه حياه الناس وتاريخ الناس. هاي البلد ما حدا عمل هيك وصارت، هاي البلد حجر ورا حجر. ومن كل الأديان ومن كل الطوائف، هي فكر فيه وعمل مشروعك على الأساس. ما مني خذلنا طريق أبو عصام.
احترامي جناب الكومندان. اهلا جون. زهدي كان ببيت ابو عصام. سي تري بارفي. سي بيان. يعني ابو عصام رفض يروح لعند مسيو زهدي. اسمع، انا بدي اعرف شو الحديث اللي صار بين الاثنين. بكره راح اعرف لك كل شيء. سي تري بيان. جون، بدي تدرس لي هذا الملف. حاضر سيدي، عن اذنك. والله انا مو جايني نوم لسوات. لك تقبرني بضل بالك مشغول. رح اعمل لك ختميه ونفس ارجيله بتروق على 24 ايراد. دواك عن سعاد. يا ريت. انا وين وانت وين؟ اخ لك منهرب من العين بيلحقنا. والله فهماني عليك، مشغول بالك من مشروع هذا المهندس؟ قليلي لك سعاد قليلي لك، هذا الزلمه ما عم يغني من راسه. شو يعني؟ يعني بده يخربوا حياه الناس، بده يخربوا حياتنا. يعني انت ما عاد يصفوا لك جيران يسالوا عنك وتعرفي وجعهم ويعرفوا وجعك تسكبي لهم يسكبوا لك هيك هيك. يعني بدي انا فرنساويه. والله مرته مو مبين عليها هيك. ايه مو مبين عليها، بس لا تخافي لي من هدول، ما بتعرفي شو بيطلع منها. لك ما بتعرفي. لك يا سعاد، كل عمر الشام فيها جمعيات النسوان، ومن قبل الفرنساوي، من ايام الاصملي يعني كان في جمعيات النسوان. والله العظيم يعني شو عدا ما بدها هلا هيك حتى يفوتوا براسنا هيك مثل عبر بخنوص. يعني عيب نصير مثلهم؟ لك مو شيء عيب وغير عيب، الله يرضى عليك سعاد، بس هدول شايفين حالهم علينا، على اولاد بلدهم. شيء يعني عاملين فرنساويه اكثر من الفرنساويه. لك مو شايفين اصلهم اصلا ما لهم اصل. شو بدك تعملي؟ هذا اللي تعلموه بفرنسا وجايين ياكلوا راسنا بهالقصص. خوفتني لك ابن عمي. شو اعمل مع المخلوقه انا هلا؟ لا انت لا تعمل شيء، خليك على ما انت مثل ما انت. هي شايفتك بعين شو فيها بالعينتين، خليكي هيك. بس شو ما حكيت معك شو من كانها تقولي لي. فهمت علي؟ هي اكيد رح اعمل لك الختميه. ايوه رحت لبيت اهلك. ايه ابن عمي. وانت حكيتي شيء لاهلي؟ لا انا ما طلعت اليوم من البيت، بس انت لازم تخبر اهلك. حكيت شيء قبل ما تطلع؟ هلا شو بدك اذا حكيت ولا ما حكيت؟ روح رجع الحق معك ابن عمي. ماشي. الحق مع خيريه. الله يسلمك بيات ويليك. فهذا اللي صار يا سمو، اللي شالوا ما حطوا لأب قاسم بس لأني حضرت الدرس. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ثبت علينا العقل والدين. آمين. يعني والله ما بعرف، أبو قاسم زلمة بآخر عمره، مو لازم يتوب توبة نصوحة؟ سمعوا، أنت ليش كل أهل الحارة واقفين ضدك؟ والله ما بعرف يا سعيد، يمكن لأني عم أقول كلمة الحق. يعني أنا ما عم أقول لحدا لا يعطيني مصاري ولا يكسيني ولا يطعميني ولا يشربني. أنا بدي نرجع لديننا. يعني سمعوا نحن هلأ بلدين. لك لا مو هيك قصدي. أنا قصدي أنه نرجع لديننا بقوة، لديننا الصح. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. يعني أنت هلأ برأيك شو أعمل مع أب قاسم؟ يا عبدو، رزقتك ولا عبادتك لله؟ لا إله إلا الله. في بعدي اسمه وبعدي كرمه؟ بعدين مين الرزاق؟ رب العالمين. خلصنا عبدو، بعدين أنت عندك شغلك بالبايكة، وبكرة الله بيكرمك وبيرزقك. مظبوط. وإذا شغلك عند أبو قاسم بده يخليك تبعد عن دروس الدين، فالله يعجل عليه وعلى شغله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مظبوط حكي يا سعيد. مظبوط، عداك العين. الله يعجل على هالرزقة اللي بتبعدنا عن ديننا. آمين يا رب. عمرينا إن شاء الله. أخي أبو سليم أعطني إيدك. شري أخي عبدو، ردوا وراي.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر والعصر إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. سمعونا الفاتحة على نية الرفقة الصالحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي عم بتطلعون جوازته. ايه ايه سد ايدك سد ايدك سنو هدول اماني بيروحوا للناس بيستاهلوا. شو حطيت بكل كيس عندك؟ 5 كيلو برغوث و 5 كيلو ريس تمام مليون عدس ورطل سمنه يا عيني علي. يا سلام إذا قلنا 21 كيلو رز و10 و20 برغول و3000 زيت وهيك تمام التمام هيك تمام التمام تانكي وش تانكي؟ هلا نحن أنا وياك مين بده يوزع لنا؟ بسيطة نماس أنت بتوزع لي وأنا بوزع لك. والله معك حق. لا ما بصير الواحد يوزع لحاله، يعني ما بصير أنا أعطي حالي وأنت تعطي حالك، حرام هيك الله بيحاسبنا. هسا شوف وزع لي أنت أعطيني. إيه على راسي، أنت بتستاهل لك نماس. وهي الحصة لإلك. لا لا أنا ما بدي. علي الحلال غير تاخذ. لا لا ما بدي أنا ما بدي. علي الطلاق لتاخذ. أسى إنك حلفت، سمع أكسر لك يمينك. ليك هاي هي. إيه ماشي، سلم إيديك. الله يسلمك. صحة. إيه صحة صحة. دورة. بشو؟ سكرت سكرت. هاي حصلك تستاهل انت تستاهل ما بدي احكي. الله يرضى عليك. هدي التنقيب ليك هاي الزيت كان بقلبك كمان حطها لك. الله يسلم هالديات يا نمس. اهلي اهلي روح الله يجزيك الخير انت والمعلم زهدي. امين يا رب ادعينا ادعينا. الله يجزيك الخير يا معلم نمس. الله يوفقك يا زهدي. تنقي هلا نحن مو فقراء؟ اه شلون؟ انا وانت يلي مثلنا مو فقراء؟ ايه ايه معلوم فقراء. معناتها ما حيكفينا كيس واحد. والله معك حق. ما هيك؟ هات لك هات لك كيسين تانيين زكاتك. والله نحن بنستاهل. لك ما بستاهل وهي احلى كيسين لاحلى نمس. هاي واحد وهي اثنين. اطلعك هدول. ايوه بتستاهلوا. ايوه شو بدي اقول لك؟ هذا الكيس اللي اعطيتني اياه بالاول خذه. حطه مع حصتي هني. خذ هذا تبع كيس البرغل. ايوه لك ما عليك. هي لا اله. اذا هيك باقي عندنا هلا هذا هو قصدي هذا باقي هذا منوزع بكره هذا وهذا خذها نوزع بكره الناس. طيب خليهم ياكلوا. اي خليهم ياكلوا. اي أيوة. والله الله يكون بعون العباد يا نمس. بتعرف أيوة. الناس مو لاقيه تاكل. ايه مزبوط بس يحبك كان صاروا قلال ما هيك للناس. اي أيوة والله يمكن قلال. ايه نوزع هدول لكل حاره. انا اشوف نمس رح رجع كيس من حصتي. والله رجعنا كيس حرام ناس جوعانه خليها تاكل. أيوة. ورجع كيس ثاني من عندي انا ما بيهم علي. هاي كمان كيس من عندي ما هدول نعبي فيهم بس هيك بكفي هيك ليك لاقي لك هيك صار الناس بيسمعوا كثير. بعدين مثل ما بيقول المثل المتربي بالخير اذا سم ايده بيسمع والمتربي بالجوع بمال الدنيا ما بيقنع خاصة هو بكفي. ايه ايه ليش ما بدك تروح تجيبها؟ انا ما غلطت بحقها لروح جيبها. شلون ما غلطت ابن عمي؟ والله غلطت بحقها كثير. سارة خلصنا بقى اطلعي من الموضوع انت. لا ما رح اطلع من الموضوع كرمالي ابن عمي روح جيبها لخيرية. سارة خلصنا عم قلك. يعني الحق على خيرية؟ والله ما بعرف إذا الحق عليها ولا مو عليها. لا والله الحق علي. شو أنا معتز؟ أنا سمعت شيء من خيرية وجاي أفهم وما استنيتك لحتى تجي لعندي. ليش هيك عم تحكيني لك خاطر؟ معتز لأنه أول مرة بسمع أختي عم تحكي بهالبحروق. شو عملت قلي؟ لك لا أنت مكبرة القصة مكبرة. لا ماني مكبرة القصة. وأنا جاي أفهم لأنه خيرية ما عاد بدها إياك. وأنا ما بدي تطلع سمع على أختي إنه مطلقة. وأنا جاي أعرف خيرية بشو غلطت مع إنه هي ما غلطت. خاطر خيرية ما عاد بدها إياني؟ لا ما عاد بدها إياك. فمشان هيك قلي شو صغير. اشتهيتها بكاسة الزورار. يسلموا. الله يسلمك. معلم ابو قاسم بدي اسالك سؤال. شو في؟ عبدو ليش ترك الشغل؟ عبدو ترك الشغل؟ ايه معلم هيك قال لي اليوم الصبح انه بطل يجي على الحمام وترك الشغل، انت قلعته شو؟ خير معلم، صاير بينك وبينه شو؟
روح شوف شغلك محروس، روح امشي من وشي. شوكات يا شوكات يا بدر، ان شاء الله بعيش والدين. الله يعطيك العافيه. لك ليش هيك بتعلقوا؟ شو ما يعولك لا ولي استوى ايدين مرزوق مرزوق مرزوق. شو بتطول بالك؟ تعال هو وين رايح يا بدر؟ خد السفرطاس تبعك. لا حول ولا قوة إلا بالله، ما في غير بتلف وبتدور يا بدر. شو صاير لك؟ روح روح سلم الديات. لا حول ولا قوة إلا بالله. إن شاء الله بعيش والدين. الله يعطيك العافية. لك ليش هيك بتعلقوا؟ شو ما يعولك لا ولي استوى ايدين مرزوق مرزوق مرزوق. شو بتطول بالك؟ تعال هو وين رايح يا بدر؟ خد السفرطاس تبعك. لا حول ولا قوة إلا بالله، ما في غير بتلف وبتدور يا بدر. شو صاير لك؟ روح روح سلم الديات. لا حول ولا قوة إلا بالله. وين شايفني هلا؟ رؤيا عليك. لا تكا لوين زاني؟ عبيت أبو أديب بدنا نزلهم. لا أبو أديب استطعته من القائمة. شلون يعني؟ ما بدنا نعطيه شيء؟ لا ما بدنا نعطيه. طال عمره هذا زلمة فقير ومعتر، أنا اللي بعرفه أندبولي. لا أنا فقير لا معتر، باعوا هالقد تلال تحت البلاطة. الله يسامحك يا نمس، خلينا نوزع له أخطاء. أخي فقير ومعتر وأندبولي وما معه نقلي وما بدي أعطيه لك شيء عندي. إذا مو عاجبك أخي الله معك. الله امشي امشي يلا امشي يلا اسمعنا خلاص ما شبك انبعت علينا. لا توزع له للزلمه خلص، وزع لغيره. لسه مين ما كان بدي اعمل لي معلم؟ ترى اقعد محلي برش عربايه. شو هذا هذا الناقص؟ لو كان مين ما كان مش مين ما كان، كان كل مين ما كان بمكان يكا. خلصنا خلصنا. قول الله شو هاد هلا كمان؟ فوزية يا فوزية. فوزية يا فوزية. يو شو بك سمعتك؟ لك شو بك تعبان هالكالة من الشغل؟ شو بك انت التانية؟ يو شو وافق غيرك تعيب بهالبيت؟ لك حاجة تنقي لك فوزية؟ ها معصب منك كتير. وليش معصب يا بعدي؟ ليش معصب؟ تقبرني نور عيني فوق مالي متحملة؟ ما حدا متحمل اللي بتحملته. لا لقمة مثل الخلق، لا هدمة مثل الخلق، لا بيت مثل الخلق. شو الجديد بحياتنا يعني؟ فاهميني شو هو الجديد؟ شو هو الجديد؟ كل يوم والتاني بتنقي لي شغلة وبتبطل، بتنقي لي شغلة وبتبطل لك. اشتغل بقى خلصني. حاجة حاجة العالم يتصدقوا علينا، والله صرت خجل. كنت ببيت اهلي معززة ومكرمة. مين عم يصدق علينا دخلة؟ اخرهم النمس افندي. لك انت خيره لعبوا. ايوه ما شاء الله ابو بدر. مش عم تحكي انت؟ عبدو ترك الشغل؟ اي والله، وبعت لي خبر مع محروس. صار عبدو هلا متدين ويفهم بالدين اكثر منا، وصرت انا ما عم اخليه يحضر دروس. وعند مين؟ عند سمعو. عجبك سيدي؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. عمر الرسول. عبدو عبدو عم يحضر دروس بالجامع. لك هذا على الجامع وقت الصلاه ما بيفوت الا دفلش. والله ما بعرف شو بدنا نعمل. صحي مع مين اخي؟ مع مين؟ مع سمعو ولا مع عبدو ولا مع صهيب سعيد؟ يا مع لفا. والله انا رايي نجيب سمعو ونحكي معه. اقتنع اقتنع، ما اقتنع شوف يلي عينه وخليه يشيله. ايه ما بتزبط لك ابو حازم، والله ما بتزبط ما بتزبط عمي. لك معقول يصير هيك بالشام؟ بجوامع الشام؟ العمى واحد بيعرش بجهزه عمه، بيعرش بآية الكرسي، يعمل شيخ؟ لا بقاسم هذا سمعوه في شيء براسه. الله وكيلكم في شيء براسه، إن كان بالحارة، إن كان بالجامع، إن كان بالبيت، لكن في شيء براسه. شو بده يكون براسه يعني؟ واحد حفظان له كم آية وكم حديث، وقاعد بده يعمل لي حاله شيخ على الناس. ها هي يا بقاسم، أنت جبتها. بدي اعمل شيخ على الناس. اخي الناس بس جاب سيرة الدين بتخاف. الله كله بيرتعب كانه الدين بابه لا سمح الله. لك دين رحمه، لك الله سبحانه وتعالى اسمه الرحمن. والله ما بعرف. اوامر شو؟ السلام
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا تعوق. شو ليش ما رحت على الحمام؟ لأني ما رحت على الحمام. بطلت سيدي. خلصنا. كسرنا الدف وبطلنا نغلب على الحمام. خير خير خير. صار شي بينك وبين خالي؟ لا تزعل مني أبو العز. خالك دخنها. دخنها كثير ما في كلام. أيوه. وبشو دخنها؟ يا رجل رحنا على الجامع حضرنا درس بعد صلاة الظهر، أيام الدنيا وقاعدة فوق راسي، تقول حرقت الحارة أنا. وأنت ليش لتحضر الدرس بعد صلاة الظهر؟ حضره بعد صلاة العشاء، يعني خالي وبتعرفه مين بده يضل معه بالحمام؟ هيك لمين عم بحكي أنا؟ إيه طبيعي تصف مع خالك. خالي معه حق، وأنا صفيت مع الحق، وأنت اللي شايل الحمام عم تفهمها هي؟ أخي لاني شايل الحمام ولاني شايلني. قلت لك كسرنا هالدف وبطلنا الغني. بكفيني شغل البايكة مكيف ومروق فيها. ويا سيدي خالك مفضل علي ولحم كتافي من خيره منيحك. طيب صلي على النبي. هلا صلي على النبي كل شيء بينحل. اللهم صلي على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين. شو رح تعمل ان شاء الله طحين؟ طحينات خلص من بكره ان شاء الله. هيك انا بعمل لي فتله برمل دبر حالي. انا خليني امشي شوف الشباب شق على البايكه وعلى الشغل. عود عليكم سيدي. قول يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلين معلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طمني كيف الشغل؟ كله تمام معلم بخدمتك. الحمد لله رب العالمين. صليت ظهر؟ صليت معلم. بيصير لك؟ صليت السنة شيء؟ لا والله ما صليت. صليت صلاة الضحى اللي حكيت لك عنها؟ كمان ما صليت معلم. رود أرمل من خلاتي وصليهم ركضوا لك. أمرك معلم. رقد خدمتك. أمرك. لا أصلي أنا ناس ما تصلي. ارجع اتوضى بجوز انتقض وضوءك. حاضر معلم. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. يعني بيني وبينك أبو العز خالك أبو قاسم زودها شوي. يعني ما فيها شيء إذا أبو كرم دخل له خصة. بعدين كلياتنا نعرف إنه عبده طول عمره بيشتغل بالحمام وهو قايم شغل الحمام كلياته على كتافه. مزبوط عم بحكي ولا لا؟ مزبوط. خالي أبو قاسم معه حق وعبده معه حق وخالي بيحبه كثير لعبده. معلوم بيحبه. أخي الله يفرج بيناتهم. بس يعني ما فيها شيء إذا خلاه يروح ياخذ درس دين. مزبوط يا بشير. خالي أبو قاسم زلمة كبير بالعمر وما له قد حمل الحمام. عرفت كيف؟ ما بعرف منه لإله يصطف له. مسيك هدول حق الطحينات اللي جبتهم. شرف معوضين إن شاء الله. علينا وعليك. شفت لنا هدول أصحابه؟ إيه معلوم شفتهم. في فرنين بدهم ياخذوا من عندك طحين، واحد بالصالحية وواحد باب السريجة. بدهم كل يوم منا كيسين. اتفقنا؟ اتفقنا. ما قلت لي مين بده يودي طحينات للفران؟ لك شو مين بده يوصل؟ متفق انا وعبده هو بده يستلم القصة. ابو العز الله يرضى عليك، لازم ما تأخروا على الفران بالطحين، لازم كل يوم يصل الطحين بالليل، لأنه معلومك الفران بتعجن الصبح بكير، مظبوط؟ لا تاكلها. على بركة الله. اقعد بالبيت بتصفى بتصفى، أخي الوحدة صعبة الله وكيلك يا وعصام صعبة. الله وكيلك لولا ما بيجي بتسلى يا لاوي تنطقي. عبيدة السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم حازم. شلونك يا عمي؟ بسلم عليكم الوالد وبيقول لكم تشرفونا يوم الاثنين على المضافه. بشعمولة الأربعين على روح الوالدي الله يرحمه. رحمة الله عليه ان شاء الله. تعيش. يلا السلام عليكم. سلم عمي. الله معك. على السلامة يا عمي. الله معك ابو حدو. العافية عمي عبد العزيز. أهلين ظافر. يسلم عليك أبي وبيقول لك تشرفنا يوم الاثنين على المضافة مشان مولد الأربعين على روح أمي الله يرحمها. الله يرحمها. تعيش. لازمك شي عمي؟ لا سلامتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلين يا نمس. أهلين أخي أبو بدر. كيفك؟ شو الأخبار؟ إن شاء الله بخير. الأخبار شايفني حاضر هالصفر طاسات. الله يعطيك العافية. الله يجلبك. شو يعني؟ كثر خيرك على جبت لي إياهم امبارح. خير الله خير الله. يا أخي يا سلامي ما في شيء. من أنت عم تشتغل مطباجي سفر طاسات؟ من هون ورايح عم بشتغل مطباجي. شو مالك نمس؟ هذا لبيت مين هذا؟ هذا لسعيد. لسعيد هذا؟ هذاك لأبو عصام. أيوه. والثاني اللي من هون؟ شو عرفني؟ خلص يا بابا شو مالك نمس؟ اثبتني بتعرف مسألة سفر طاسات. الله يسامحك.
صيحوا فينا نحن هالدراويش. ان شاء الله معوضين عم. يا زلمة اسود وقلبك ابيض يا بيت نجار. مرزوق سامح زلمه وصيتك عليهم. اصحى تنسان يا ناب يا عمي. لك براسي هلا بدي اياهم. ليك ليك يا عمي ليك يا عمي. اسلام على الصفرطاس تبعك. وين صفرطاسنا عمي بدر؟ مانك جايبه؟ بلا جايبه ليكو هون. يا عمي وينه؟ اسالني وينه؟ شو بعرفني وينه؟ بتكون مانك مارق لعنا على البيت. بلا ما رحت لعند منكم على البيت شو ما مرقت. كان وينه؟ لا ولا قوة الا بالله. هلا كان هون وين راح؟ هن هالكم صفرطاس عمي عم تخربط فيه هون؟ يلا روح روح اللي عندي شغل. لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. وين راح صفرطاس؟ كان معي زبطة. لا 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 لك ليش هيك صار معك؟ شو عم يصير معك؟ اوه الله يسامحك. ليش هيك؟ لا حول ولا قوة الا بالله. لك ليش هيك عم يصير معك يا ابو بدر؟ شو بك؟ استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. لك عم عليك يا لمس. منين جايبهم لهالكبابات؟ كوكوش شو بدك منين جايبهم؟ خبوش انت فاضيين كثير. والله اللي ما جايبه. لا قوم صلي على النبي قوم صحتين وهلا. اللهم صل على النبي. بتعرف لك لمن؟ هالطبخ بيت مو طبخ سوق. لا هلا شو هالحصريه سوق؟ لا عشان انت متعود من امبارح ما بيعجبك شو ما كان. قوم 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 شقتك قوم قوم جيب لي فحل بصل. ما تقوم انت؟ بلا فلوس. يا ما سمعان بقول لك اذا انت امير وانا امير مين بتسوق الحمير؟ انا لحاق. جبت لك مصر. مصر وحرق. شو زغل لقيته؟ هات لك هات. سيق. عفية السبع. رحلو. لا حول ولا قوة. بسيطة يا بدر ما صار شيء. لا قوة إلا بالله. ما صار شيء. تقربطت أكلات الحلب كلها في بعضها. ما عاد مبين الكواج من ريت البديلة. السلام عليكم. السلام عليكم. شفتك ياها. لفت الخيام. لفت لفت. هلا بتظبطهم وبتاخذهم للعالم. ما صار شيء عم نقول لك. لك شو بدي ظبطهم للعالم؟ ما عاد بين شيء من شيء. لك أنا ليش ما عم بنفعك؟ ليش شكلي لك يا أبو شوكات؟ بسيطة. حكمتك يا رب حكمتك. إن شاء الله دايما. يلا صحتك. يلا دير بالك مرة ثانية. يلا فيك ليك. هات 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 هات. الله برافو يا غسان. استغل الوقت المناسب وبأسرع وقت ولا تاكل هم. في مين يأمنك جوا؟ شد همتك يا غسان. الشغلة ما لازم تطول أكثر من شهرين. مفهوم؟ طبعا. يلا تيسر. يلا عن إذنك. سلام. يا صبايا شو بدنا نتغدى اليوم؟ ميتي ما بتفكري غير بكرشك. ومفتح عنك سعر خانو؟ لا افتح. لكن كان بشو بدي فكر؟ شو رايكم ناكل مجدره وهيك مخلل اللفت؟ هلا هذا اللي طلع معك. يا اجينا انت شو حيطلع معي؟ شاكريه. لا يلا شاكريه. يلا يلا اشتغلوا لشوف اشتغلوا. منور بوجودك سأبريني. وين جود؟ ليش ما ركت تسلم علي مثل العاده؟ شبكي ساره؟ جود صاير له شيء؟ لا مرت عمي بس خير. يا حردانه. حردانه؟ من ايمتى؟ صار لك كذا يوم. وليش ما قال لي معتز؟ والله ما بعرف. انا قلت له يخبرك. عادي عادي احكي لي شو اللي صاير. اوام يا ميت اهلا وسهلا. يا ميت اهلا وسهلا. يشهد الله علي وقت قال لي الشيخ عبد العليم ان الاوقاف بدها تبعث لنا شيخ وانا عم اقول يا رب تكون انت. وانا الحقيقه اشتقت اليك في الله يا اخي سمعو. الله يخلي لي اياك. طمني كيف احوالك؟ الحمد لله مفضل الله. الحمد لله ألف الحمد لله. شيخي من بعد إذنك أنا طالع أرفع أذان المغرب. بعد الأذان بدنا نروح هيك بمعيتك نحضر 40 حرمته لأبو ظافر الله يرحمه.
الله يرحمها ويجعل مسواها الجنة. أخي سمعوا، أخي سمعوا، صلاة بالجامع ركعتين لوجه الله تعالى أفضل من كل هالشغلات، فما بالك إذا كانوا أكثر. إيه والله عن الزهر. توكل على الله. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. اللهم تقبل منا تلاوتنا لكتابك الكريم. آمين. اللهم واجعل مثل ثواب هذه التلاوة المباركة في صحيفة الراحلة الكريمة. آمين. آنسها الله. آمين. سامحها الله. آمين. عوضها الله الجنة. آمين. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنان. آمين. واجعلها من سعداء شهداء أهل القبور. آمين. برحمتك يا عزيز ويا غفور. آمين. اللهم تقبل منا واقبلنا وعافنا واعف عنا. آمين. وهذا البيت لزلمة اسمه سعيد، فقير ومعتر وعلى باب الله وبيشتغل فوال بالحارة. إذا قدرنا ناخذ بيته ونخلص شغلتنا بأسرع وقت ممكن. على فكرة هذا الزلمة بيكون صهره لأبو حصان. أنت متأكد؟ إيه متأكد، وأخذ بنته الكبيرة كمان. والبيت اللي بجنبه؟ البيت اللي بجنبه فاضي، وصاحبه بيكري بين كل فترة وفترة. معناتها اسمع غسان، بتحاول تكريبي أسرع وقت ممكن، وأنا رح بلش الحملة الانتخابية تبعي الأسبوع الجاي. هيك الحارة بتنشلش فينا، وبالانتخابات بتكون أنت خلصت شغلك. طيب مشي، يلا على إذنك. اتكل على الله. السلام. الهم ابنه مدري شو صاير له، جاني نهار. لك شفته بالسوق اليوم ولا جاب لي سيرة ولا حكى؟ الله يخليك تروح تشوفه. بوس ايدك. اعطيني بس. يلا تفضل يا عبي. تفضل ابي. انا ما رجع يا عود، جاي لك كلمتين بدي اياك تسمعهم منيح الله يرضى عليك. خير يا عبي؟ خير يا شباب. شباب خير يا ابي؟ شو قالي ابي؟ انا اللي عم اسالك ليش مزعل يا شباب. يا ابي ما بتزبط معي، انت بتعرفني وبتعرف طبعي كثير منيح. هذا اللت والعجن تبع النسوان ما بزبط معي. والله ما بيزبط معاه. شايفه ظابط معك مع جديده والله. لا والله يا عبي شو هيك؟ لا هيك وستين هيك. ولك هي ام ابنك، تعرف شو يعني ام ابنك؟ بعرف يا عبي والله بعرف، بس يعني على الطلعه والنازله ناق يا عبي، ناق ناق ناق. والله انا مو هيك، ما فيني اتحمل. ما فيك تتحمل ما هيك. لك ابي الله يرضى عليك، بدي اعطي اذن لوحدي، بدي اعطي اذن لغيرها. يا عبي انا ما غلطت. ما بتكون رجال اذا ما شفت غلطك. لا تنح. هي مو طايقه شيء هون يا ابي، مو طايقه شيء. هي طايقه كل شيء الا حالها. ولك انت مخليها مو طايقه حالها، لا هون ولا هنيك. يخرب بيتك من حالك. لا حط حالك محلها. لك تصبح مو مسا مشاكل. يا عم والله مو سيره، لا معامله مثل عالم الناس، ولا اخذ وعطى، ولا قاضي على الاكل، ولا على الشرب، ولا على شيء. لك فوقها اعطيها فقيه.
العالم والخلق اتحمل عصي كل ما بيشتغل شغله بتفشلنا ما ندفش على الصعيد فلي على الأرض لك شباك شباك خلصنا فازية ها خلصنا ما بيكفي اللي صار معي اليوم واصلة معي روس مناخير روح من وشي ها إليك خوفتني فازية أنت صايرة واحدة قليلة أدب أنا صايرة واحدة قليلة أدب أبو بدر أيوة لسانك طويل وبده قص كمان وما عم تنتبهي لحالك شو عمل بحظي انا؟ اتدخل بحكمة الله، هيك حظي، عم بشتغل بيه شغلة وما عم تزبط معي، شو عملت طيب؟ شو بيعرفني؟ أنا الزلمة ولا أنت؟ أنا الزلمة، وزلمة غصب عنك ولك فازية، ولك شو أعمل لك؟ شو أعمل لك؟ شعل لك أصابيع العشرة شمع شو بك أبو بدر؟ لا تكون ناسي حالك، عم تتمرجل علي، لا تكون كل يوم بتجيني شارط لك زلمة بالحارة، يو، الواه الواه، إذا كنت نسيان بذكرك فازية لا تكبري بالحكي ها يو كبرت ولا صغرت سيدي من الآخر أنا ما عاد أتحمل العيشة معك يا عالم يا هو لك ما عاد طايقته ولك عيبوا عليك ولك فازية وطي صوتك وإذا ما وطيته شو بدك تعمل يا أبو بدر باشا فازية انت طالع بالتلعك لا تطلعي روح من وجهي اطلعي برا اطلعي برا انا على عبدك يا فوزي صرتي مطلقة ايك يا ابو بدر عبدك تعمل بيجاه طلقتني انا على عبدي قال صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والتسليم إذا عمل أحدكم عملا فليتقنه ولو أبو بدر عود حضار الدرس يا عود يا روح خلصنا بقى تركنا منه كمل شيخي شبوها أهلين أبو بدر حوين شو بكرك أبو بدر متلبك عشر بدك كاسة شاي معي تعال شاي شو بدك مليزة مليزة ليك لا تقلي بدك كركدي ما عندي يا والله يا فارس أنا اللي كركبي خربت الدنيا فوق راسي طربات الدنيا فوق راسي أين ضربت الدنيا فوق راسي أنا طربات الدنيا فوق راسي ولا أرمعكم كي أحمد السلام عليكم عليكم السلام أنا كركبت الدنيا فوق راسي لا عليك بشرك الله يساعدك يا أبو بدر يا حي الله أبو بدر والله شرف عمي شبيك شبابك أبو بدر شقيق وانت مساكي كانوا في بدمك حكي ليش أنا مشكلتي غير تمي وبطل أكل وبلش بحكي شو من إجا على لساني بحكي بس أنا بعمري في حياتي ما غلطت بحدا أنت سمعان شي على لساني لا والله والله أنت ما في منك زبرته وبضايق ومعدانه ما شاء الله حولك بس شبابك أنت في شي يعني صاير شي معاك مرتي ما عادت مرتي ايوه شو
شلون هاي؟ كاملة. أنا طلعت. أيوه. يخرب بيتك من حالك يا بدر على العملة. العمى. لك هلا حليلك تعمل رجال. أغلطت. أول مرة بعمل رجال، شوف شو سويت. يخرجك الله الله يقيمك. استغفر الله العظيم على العملة. شوف بدر. ما في شيء ما له حل إن شاء الله بسيطة. هلا منروح شوف الشيخ تبع الشامل. خليه يكتب كتابك عليها من أول وجديد وخلصنا. بس بدك بوس التوبة. أنا صاحب سوابق وبعرف قبلك يعني. روح هلا اشرب شاي، اشرب شاي. أبو عصام، أنا طلعتها هيك؟ شوي هيك؟ والله كيلك هيك بالثلاثة. يخرب بيتك عن جد؟ قلتها؟ آه؟ ما مو أنا، لساني هو اللي قال لها. أنا ما بعرف قلت لها ولا، بس هي بتطلع مني إذا قلت لها هيك. مو بتطلع مني، بعرف أنا بتطلع مني. لا حول ولا قوة إلا بالله. شو بدي أحكي معك الواحد؟ لا أنت هون ما عاد في حدا بنوب. خلاص ما لها حل. بدنا نروح نشوف الشيخ ونشوف هو شو بيفتي وشو بيحكي. بس بدك تحكي له كل شيء. ها بل حرف الواحد شو صار بدك تحكي له. مو تخبيه كل شيء تحكي له. يا هيك ولا ما طلعت. قبر الله فيك. الله الله يرضى عليك. الشيخ وينه؟ والله ما شفته. يا ما شفته. الله يعطيك العافيه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ما في حدا عمي. هلا اهم شيء ندبرها لحرمتك. ما في غير نحطها عند حماته العصام. وهي ست لحالها ما في مشكله يعني. عرفت؟ دبر حالك الليلة. معلش هي كمان دبر حالها. الله يرضى عليك. عند حماته العصام؟ ايه. يا له العصام شو رجال. ليه بقى ما في بقى. لك انا فوزيه وحده ما كنت قدران دبر حالي. هو شلون قدران يدبر حاله بثلاث فوزيات؟ وكل الله يمشي لي. شوف شو مدبر. الله يخليك ابو عصام. الله يوفقك. ما بدي حدا يدرى. هذا عنده ثلاث حمايات. انت وطي صوتك ما حدا بيدرى. يا امر. ضب لسانك ما حدا بيدرى. حالي. لك شبكي شبكي حاجة تصحي وتدحي. ليلي شو صاير؟ بدر يبعت لي حمامات. يا ريت. لك انشبهم. طلعني يا فريان طلعني. طلعك الله يخرب بيتك على العملة يا ابو بدر. بالثلاثة؟ لا ما في حواس منك. الرجال كلهم مثل بعضهم. يبعت لي حمى عليك يا اليا. ما مني بالرجال مثل المي بالغربال. لو الناس بتقول انه طيب وعلى نياته. معلش تقبريني طولي بالك. يخرب بيته هالتشتوش. يخرب بيته من حاله. قال على خشته رائع بشته زبال وشاكل وردة. الله ماكينك. ما عملت لنا شيء. انا ما بعمل لنا شيء. ادمي والله انت بياكل عشاي. يا فنان صوتي ما بيطلع. يخرب بيتك يا ابو بدر. والله العظيم شو صار له هذا؟ ليش تاخرت؟ هيك واجا. أعطيك العافية أفشوكة. توصلتها؟ وصلتها. لك الله يسامحك يا أبو بدر. الله يسامحك على هالعملة. لك هيك تنطقها بالثلاثة. شو أحمي والله سعرت غضب وعصبية. ما بعرف شو طلعت معي. غلطت غلطت أفشوكة. بسيطة بسيطة. الله يخليها. طيب شو حلت هاي؟ مالها دوبارة؟ ايه شو دوبارتها عندي؟ هاي بدك بارية والشيوخ يحكوا فيها. خلص بكرة الصباح ربع بيحلوا لك اياها. امشي. بس الله يخليك أبو شوكة. معيتك معيت. الله الله يوفقك. ما بدنا سيرة تنطش بالحارة. يعني انت زبون فايت لعندك. زبون طالع من عند. لا هاي ما حبيتها منك بنوب ابدا. انا بدي اجيب سيرة طلعه. انا بدي اجيب سيرة. خلص يا سعر. خلص عصبني. امشي. خلص امشي بقى. روقي دمك تقبريني. تقبريني مالي قدراني. والله مالي قدراني. لك بلي والله مالي قدراني. شانك وصيح. مالي قدراني يا فريال. مالي قدراني. مالي قدراني. ما بديك. والله ماني عم صدق اللي عم تحكي. قال لا تاخذ هالبانة إلا من هالحنك الأعوج. لك شلون طلعت معه كلمة الطلاق؟ شلون؟ آه يا فريال. قال شو بدي أتذكر منك يا أسفرجل. كل عضة بغصة. ولك أنا. أنا. أنا يطليني أبو بدر.
تحملت الجوع والفقر والتعذير. لك حتى قابلنا الوحيد بدر، راح زيارة على بيت جده ما عاد رجع من كتر ما داكله من عياطنا انا وابوه. يا علي بيوم بيطلقني لا مو طلقة ولا طلقتين ثلاثة. معلش بتقدريني طولي بالك، روقي وصلي على النبي، صلي على النبي امان، زيدي النبي صلاة. اللهم صلي على سيدنا محمد. ليكي فوزية، إذا لساتك بتحبيه لأبو بدر ومعلقة بكراعيبه وبدك ترجعي له إلا ما الشيخ يلاقي لك فتوى. وبركي معلقة لك بيلتقى له دوبارة، بيلتقى له. إن شاء الله كمان أنت بدك تتدخل بهالقصة. لك يا سعاد هذا بدر زلمة معتر، معتر وعلى باب الله ما عرفنا الله وين حط، الله يستر. لك كل عمره مشاكله ببيته، مشاكله وقصصه ما حدا بيعرفها يمكن غير الشيخ عبد العليم، كل داخليته ما حدا بيعرفها غير الشيخ والجامع بس. هذا هو مع هالطلقة مسكين، خلاص خلاص انتشرت كل قصصه. هي الطلقة الثالثة؟ والله ما بعرف، يمكن الثالثة. لك هو مو متذكر إذا بده، والله مو متذكر، مرة بيقول لي هيك مرة بيقول لي هيك، آخر مرة قال لي إنه قال مطلقها هو بالثلاثة ومو متذكر كمان. خلص بعد الطلقة خلص ما عاد حل له. صار بده محله؟ والله ما بعرف لك سعاد، بنشوف. وانت؟ انا شو انا؟ سألتك من الاول بدك تتدخل بهالقصة؟ لك يا سعاد زلمة معتر، معقول شوف بيته عم ينخرب وقعد تفرش؟ بترديها انت يعني؟ معك حق والله، والتانية المسكينة على باب الله، صحيح لسانها متبري منها بس قلبها طيب. لا الله يعين العباد لك سعاد، الله يعين العباد. طفينا الضوء باخر ننام. ما رح ننام حتى تروق. شو بالي راي ليكني ما حلاني. مالك مروق مشلوش، كل يوم ما بتنام لتنيم ميت هم معك. لك بوجودك بتطير كل الهموم، لا عاد في هموم، لا عاد في شيء، خلاص. لك هذا بقدر شغلته صغيره، انا ما حزينه كثير يعني. قومي فلا يلا. لا حول ولا قوة إلا بالله على العملة، لا حول ولا قوة إلا بالله على العملة يا أبو بدر، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ويا ريت وقعت على سعري ولا طلعت من دمي الكلمة. ولك ليش يا أبو بدر، ليش يا أبو بدر، ليش؟ هي فوزية، هي فوزية. يا ربي أنت الجزية والصلاة الصبح. هاي حصتك من المعونات، الله ما اضيع فيها. معونات شو؟ معونات بعت لك اياها الاستاذ زهدي. وانا ليش امتى شفت الزهدي يا افندي؟ امتى شفته؟ شبنا بجوده دافنينه سوا، ما قبل شوي كنت انت مع الافندي. اي تذكرت، مبلا مبلا. اي وكنا انا والاستاذ زهدي افندي عم نستنى لغسان برا. بس ما خبرني غسان افندي انكم عم تتزوروا برا. ابو جوده هيك بدنا نشتغل مع بعض، كل واحد فينا بده يحفر للثاني. مثل ما بيقولوا الكلب بس شاف اللحمة بينسى الخبز والملح. دالك نماش خليت فيها لهلك نماش، شو لهلك نماش؟ شحني أول ما جبت معونات رح جبت لك حصتك، ما نسيتها، ما بنسى صاحبي أنا، أنا النماش يقال، مو مثلك بتروح معه وما بتخبرني. خلص إذا كان هيك بلا هالشغل أنا وياك. بدك صلي على بشفع لك، خلص ما أنا كنت بدي خبرك بس طلعت الدنيا كانت نص ليل، قلت لحالي خلص بكره بخبره. اللي هيك من الأول. لا 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 لا، اشكان هيك معك حق يا مسكين، ظلمنا مسكينة أبو جودة، اشكان تنظلم خيرات الله، انت والله تعرف حتى لازم يا الله. صلي على النبي. قلي لشوف شو كان عم يعمل. والله ما بعرف، بيده شغلة هيك بتضوي. سألته شو هاي؟ قال هاي بتدور على المياه الجوفية. شنو سيدي شو؟ مياه شو؟ مياه جوفية؟ ايه مياه جوفية، يعني هيك بتجوف لبعيد لبعيد، بتروح هيك بتغور بالأرض، بعدين هو بجيبها لعنده من الجوف، بجيبها لعنده. الجوفية، ايوه الجوفية، فهمت عليك. ايوه ويخشي العين، يعني مياه الجوفية ما بيحلى لهم يدوروا عليها غير بنص الليالي. وامتى؟ وقت الناس بيكونوا بأربعين أمصافة. لك والله مزبوط لك نماش، شلون فاتتني هاي؟ شبنا أبو جودة فتح لي مخك، بالعادة ما بتفوتك فايتة. أبو جودة هالناس مبين وراها فند كبير،
وأنا وأنت لازم نحط إيدينا بإيدين بعض، ومثل ما بيقولوا إذا ما كنت معي والزمان صار مبرم رح تكون معي والزمان ترللي. لا أنا ما بحب الترللي بنوب، خلينا مع الزمان صار مبرم تبعك. يا عيني علي، فخلينا نحط إيدينا بإيدين بعض ونقرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا ترك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا الله يا رب إنا منكم صالح الأعمال. الله خليني أكون شيخي على حضرتك دارس الدين ودارس الفتوى معيك. الحمد لله الحمد لله، أنا خريج جامع الأزهر قسم فقه مقارن. إيه فهمت عليك، يعني إذا أصدناك فتوى ما فتوى بيطلع بيدك. أسمع الأمر ثم أدرسه وبعدين بفتي. كتر الله خيرك شيخي، في شغلة هيك تسمع أنت معلش بدر. كبرت كثير وطلعت منه هذيك الكلمة والعياذ بالله الطلاق يعني. لا حول ولا قوة إلا بالله. إيش يا أخي بس مشكلة طلعت معه بالثلاثة. مو بقصدي والله مو بقصدي، طلع صوته طلع صوتي وأنا لساني والله مو بقصدي. شو أنا بعصام؟ الله يسامحك على هالعملة بالثلاثة. غلطت شيخي غلطت، ما كنت شايف قدامي. هي الحق عليها. انت ما بتعرف انا مرتي، بس انا ابو عصام. يعني ما كنت شايف قدامك لما حكيت؟ شيخي يلا هذا اللي صار معه، يعني احنا بدنا الفتوى هلا، شو حلتها هي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لازم يحكي لي كل شيء ويقسم يمينا عليها. هذا طلاق أخي أبو عصام مو لعبة. سامع. ويتركني لبكرة لبين ما أشوف المراجع الشرعية لحتى أقدر أنا أفتي له فتوى صحيحة. هي مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله. شوف أبو بدك تحكي له للشيخ كل شيء كل شيء، ودي حلفك يمين على الحكي اللي عم تحكيه. عرفت؟ هي شغله قدام ربنا الله يرضى عليك، ما تخبي شيء، كل شيء بقلبك بكتبك قدامه، فهمت؟ يا الله هي مسؤوليه الله يرضى عليك. يا الله انا عن اذنك شيخ. تفضل. يا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شو عم تسوي ما تمشوا؟ يا بي شو قال الشيخ مشان سيت اب بدر؟ يا بي شو صار؟ لك شو انت ما بتنبل بتمقفولي؟ بتقدر تحكي مثل النسوان؟ لا هو اللي متجوز ثلاثة يا بي. انت انظم يعني انت. لا يا بي انا بدي اشوفه لسمعه شوي، عايزه بموضوع. قوم بجامع. قلت له يا بي ما كان يفهم. ايه يا بي بدي انهي القصة اليوم. لك ابي مو بجامع. بعدين بحكي له واطلع قدامي هلا. يلا اطلع على شغلك روح.